بس وقف، يلا اظبط الكادر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. النهارده ان شاء الله تعتبر البدايه الفعليه للهرمونات. المفروض ان الحصه اللي فاتت اللي هي المقدمه والاكسينات كانت في الكود، تمام؟ اللي ما خدش الكود يبقى ياخده. وكده كده يعني الحاجات هتتلم، يعني الحاجات اللي بتاعت المقدمه ديت هي كانت عباره عن اجمال قبل تفصيل. حد فاهم حاجه؟ هي احنا بنقول الكلام مجمل وبعد كده بنيجي نفصله بعد كده. يعني مثلا هتلاقينا اتكلمنا عن البنكرياس في محاضره كامله عن البنكرياس، اتكلمنا عن الخصيه، النهارده ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن الخصيه وهكذا. بس برضو لازم تسمعها منفصله. طيب الغده النخاميه، ركزوا بقى لان المحاضره ان شاء الله تبقى سهله ولذيذه، ومفيش امتحان ثانويه بيخلو من سؤال عن الغده النخاميه وسؤال عن الغده الدرقيه وسؤال عن البنكرياس. يعني الهرمونات مثلا لو جه منها 7 أو 8 أسئلة ففي 3 أسئلة لازم يجوا على الثلاثه دول: غده نخاميه سؤال او 2، الغده الدرقيه والامراض بتاعتها، والبنكرياس والامراض بتاعته اللي هو مرض البول السكري. طيب نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الغده النخاميه، اول حاجه الاسماء الثانيه او الاوصاف بتاعت الغده النخاميه. اول حاجه عن الغده النخاميه هي المايسترو، بيتقال عليها المايسترو. ايه المايسترو ده؟ الراجل اللي ماسك عصايتين واقف عمال يعمل كده، تمام؟ فهو اللي بيدي الاوامر للغدد الثانيه. يبقى تاني النخاميه بيتقال عليها المايسترو، وليه اسم تاني سيده الغدد الصماء، بس انا ما بحبش الاسم ده، انا بحب اسميها سيده بعض الغدد. ليه بقى؟ لان احنا هنكتشف ان هي بتاثر على غدد صماء وغدد قنوية وغدد مشتركة، بتأثر على كل أنواع الغدد. فهو لما جه قال لك سيدة الغدد، لا يا عم هي مش ما بتأثرش على كل الغدد، هي ولا معظم حتى، بعض الغدد يعني شوية صغيرين. الغدد كتير جدا هي بتأثر على شوية منهم، فنقول سيدة بعض مش سيدة الغدد، ومش الصماء، هي بتأثر على الصماء والقنوية والمشتركة. الاسم دوت هيبان أكتر لما نيجي نشوف الوظائف بتاعتها، تمام؟ فده الاسم بتاعي اللي هو سيدة بعض الغدد، هو بيسميها ايه؟ سيدة الغدد الصماء، وانا معترض على كلمة سيدة الغدد الصماء، ده احسن. طيب بعد كده المكان والتركيب. الغدة ديت موجودة تحت المخ. فين المخ دوت؟ المخ دوت في حاجة اسمها القشرة المخية، مالناش دعوة بيها، وفي تفاصيل كتير جوه، وفص جبهي وجداري وقفوي وصدغي وحاجات كده كانت في سنة تانية، مش مهم خالص. المهم ان في حتة كده اسمها المهاد، والمهاد باللاتيني معناها ثالاموس، ثالاموس اللي هي كده، تمام؟ في حتة بقى تحت المهاد دي، يعني المهاد دوت في حتة تحته، فسبحان الله سموها أكتر اسم كرييتيف في العالم. قال لك الحتة ديت فين؟ قلنا له تحت المهاد، قام قال لك خلاص اسمها تحت المهاد. إيه ده بجد؟ خلاص. يعني الحتة اللي تحت المهاد اسمها إيه؟ يا عم الحاج اسمها تحت المهاد. والله راجل محترم. محترم جدا كمان. بس أنت عارف إن الاحترام ما بيكملش للآخر، فقال لك إن الكلمة ديت اسمها هايبو ثالاموس. أقول لك حاجة، والله برضه احترام، لأن مش دي ثالاموس. ما هايبو معناها تحت. فدي الهايبو ثالاموس، يعني اللي تحت الثالاموس اللي تحت المهاد، تمام. فين بقى الغده النخاميه في الموضوع؟ ما انا لسه جاي لك. يعني الغده النخاميه بقى تحت المهاد. احنا تحت قوي، احنا تحت المهاد، مش ده المهاد وده تحت المهاد، المهاد احنا هنا بقى. دي الغده النخاميه. مما تتكون؟ بتتكون من 4 أجزاء، ركز معايا. الجزء اللي نازل ده عامل زي الرقبه كده، فبنسميه العنق. ده كده العنق. بعد كده هتلاقي 3 فصوص، في فص كبير اسمه الفص الامامي، وفص كمان كبير اسمه الفص الخلفي، وفي فص صغير مفعوص ما بينهم كده اسمه الفص الاوسط. ادي 4 أجزاء. يبقى دي عنق الحاجه اللي نازله، بعد كده الفص الامامي والفص الاوسط وبعد كده الفص الخلفي. بالمناسبة عشان بس الناس ما تتخيلش غلط، الغدة النخامية وزنها 0.5 جرام. احنا مكبرينها بس احنا عاملين زوم عشان ما حدش يقول ايه الحجم ده كله. لا، هي صغيرة جدا جدا جدا، أصغر غدة في جسم الإنسان، أصغر غدة صماء. وزنها 0.5 جرام، حجمها صغير جدا، ولكن احنا عاملين زوم عشان نقدر نتخيلها كويس. طيب، ال4 أجزاء دول بنقسمهم 2 و2. الاتنين اللي مع بعض دولت كده بنسميهم الجزء العصبي.
اللي هم العنق والفص الخلفي. اما الفص الاوسط والامامي مع بعض بنسميهم الجزء الغدي. الجزء الغدي بيفرز 6 هرمونات ودول اللي هنبدا بيهم ان شاء الله. اما الجزء العصبي عنده هرمونين. تقصد بيفرز هرمونين؟ عنده هرمونين يعني ايه بيفرز هرمونين؟ لا ما بيفرزش، بيشحتهم. الجزء العصبي شحات. يعني ايه شحات؟ في خلايا موجوده في الحته دي كده، خلايا عصبيه. اولا بس نفتكر رسمه الخلايا العصبيه، كان بيبقى ليها جسم، جسم الخليه عامل زي الستار كده، عامل زي النجمه، وطالع منه زوائد ايه؟ شجيريه. في زائده شجيريه مجموعها كان عالي، فما شاء الله كبرت شويه وعملت حاجه اسمها المحور. ده كده اسمه المحور، محور الخليه اللي كان بيبقى عليه غلاف من الميلين عشان يعزل ويزود سرعه السيال العصبي. وفي الاخر حاجه اسمها تفرعات نهائيه. الخلايا العصبيه ديت موجوده فين؟ موجوده هنا وهنا وهنا. ازاي؟ جسم الخليه بيبقى موجود في منطقه تحت المهاد. المحور بتاع الخليه ماشي في العنق. التفرعات النهائيه في الفص الخلفي. الخلايا العصبيه ديت ليها اسم غريب قوي، اسمها الخلايا العصبيه المفرزه. ايه الغريب في الموضوع؟ انها بتفرز. المفروض اللي بيفرز هي الغدد، انما ازاي خليه عصبيه مفرزه؟ المفروض لا، يعني انا متخيل لما حد يجي يسمي خليه عصبيه هيقول الخليه العصبيه المكهربه، الخليه العصبيه الصاعقه، اعصاب. فبالتالي في كهرباء في الموضوع، في سيال عصبي، في ايونات او الكترونات، شحنات داخله وخارجه، سالب وموجب. قال لك لا دي خلايا عصبيه مفرزه. بس اقول لك حاجه بصراحه، يعني الاسم مش غريب. طب ما احنا عارفين ان الخلايا العصبيه اللي احنا خدناها في الانقباض العضلي كانت بتفرز اسيتايل كولين، صح ولا ايه؟ يعني عادي لما تبقى الخلايا العصبيه مفرزه، ايه المشكله؟ انت مستغرب ليه؟ مش مستغرب ولا حاجه. بس المره دي بدل ما هتفرز اسيتايل كولين، لان احنا مش عند العضله، مش انقباض عضلي، هتفرز هرمونات. اللي هم الهرمونين ده هم اللي انا لسه ما اعرفش اساميهم. طيب انا دلوقتي عايز اقسمها 3 اجزاء. احنا عندنا جزء موجود فوق في تحت المهاد، ودوت جسم الخليه، وده وظيفته انتاج الهرمونات. وهنا المحور بتاع الخليه، وده وظيفته نقل الهرمونات اللي تم انتاجها من هنا ينقلها تحت. دوت بقى التفرعات النهائيه. التفرعات النهائيه وظيفتها ايه؟ او وظيفه الفص الخلفي جست تخزين زائد تحرير. يعني ايه؟ مش الهرمونات ديت مسيرها في الاخر هتنزل في الدم؟ فهو الفص الخلفي ده بيخزنها ويوزعها وينزلها في الدم. يعني مثلا اقول لك احنا عايزين نشتري المنتج بتاعك، يقول لك روح اماكن التخزين. هي الاماكن ديت فين؟ في القاهره. يقول لك والله ما شاء الله عندكم مصنع في القاهره. لا لا، المصنع اصلا في مثلا في السويس. ثواني، طب انا اروح للمصنع؟ قال لك لا، المصنع عندنا في السويس، وبعد كده بناخد عربيات من السويس نوديه القاهره يتخزن في القاهره، المخازن هنا واماكن التوزيع هنا. فانت تعرف بقى ان الفص العصبي او الجزء العصبي شحات، ما بيصنعش غذاء بتاع دوت هرموناته بنفسه، بيشحت الهرمونات من الخلايا العصبيه المفرزه اللي جسمها موجود في منطقه تحت المهاد، ومحورها في العنق، وتفرعاتها النهائيه في الفص الخلفي. الانتاج او التصنيع، المصنع في تحت المهاد، النقل في العنق، التخزين والتوزيع او التحرير في الدم في الفص الخلفي. انما الفص الامامي اسم الله عليه سيلف اندبندنت فص، بينتج هرموناته بنفسه، ما يعتمدش على مشحتش، سيلف اندبندنت فص، عنده 6 هرمونات هو اللي بينتجهم، عشان كده قلنا عليه غدي. انما دوت بياخد من الاعصاب فقلنا عليه ايه؟ جزء عصبي. سيبك من الهرمونين دول، هنبقى نرجع لهم في الاخر، وتعالى نركز في الستة دول. على فكرة انا خلصت كده المقدمة، يعني خلصت الاسامي التانية بتاعت الغدة النخامية، وليه سميت كل اسم. المايسترو لانها بتتحكم في الغدد الاخرى، او بعض الغدد الاخرى، عشان كده سميناها سيدة بعض الغدد. وكنا معترضين على كلمة سيدة الغدد الصماء، وهقول لك الاعتراض، وجه الاعتراض كويس قوي دلوقتي. بعد كده اتكلمنا عن المكان، ان هي منطقة موجودة تحت المهاد اللي في المخ. المخ اهو في منطقه اسمها المهاد، ثالاموس. بعد كده في حته تحت المهاد اللي هي الهايبوثالاموس. احنا بقى تحت المهاد عندنا كام جزء؟ الحته اللي نازله دي اسمها الايه؟ العنق. في فص كبير اسمه الفص، وفي فص كبير اسمه الفص، وما بينهما فص صغير اسمه الاوسط. طيب الفص الاوسط مع الامامي نسميهم جزء غدي، ده شحات ولا سيلف اندبندنت؟ بينتج كام هرمون؟ بنفسه.
هو اللي بينتجهم. انما الجزء العصبي بيتكون من كام جزء؟ العنق والفص. هل هو اللي بينتج هرموناته؟ امال بيشحتهم من الخلايا العصبيه الايه؟ المفرزه اللي جسمها موجود في منطقه والمحور موجود في منطقه والتفرعات في منطقه الفص الخلفي. مين المنطقه من الثلاثه دول المسؤوله عن الانتاج؟ تحت المهاد اللي هو في الجسم. مين المسؤول عن التخزين والتوزيع؟ الفص الخلفي. حلو جدا. تعال بقى ناخد الست هرمونات دول. الست هرمونات دول عباره عن هرمون لوحده كده اسمه جي اتش اللي هو هرمون النمو. ليه سميه جي اتش؟ عشان جروث هرمون. جرو يعني ينمو، فهنجيب منها المصدر جروث. جروث هرمون، هرمون النمو دوت بيعمل على ايه؟ سبحان الله، نمو الجسم. ايوه ازاي يعني؟ هو نمو الجسم دوت محتاج كربوهيدرات ولا بروتينات؟ بروتينات. النمو محتاج بالاساس بروتينات. طيب البروتينات ديت محتاجين نعمل لها بناء ولا هدم؟ بناء. فسبحان الله الراجل دوت بيعمل بناء او ما بين قوسين كده تصنيع للبروتينات. يعني ايه تصنيع للبروتينات؟ يعني انت لما تاكل حاجه فيها بروتين بتتهضم، فبتتحول لاحماض امينيه، صح ولا ايه؟ الاحماض الامينيه بتدخل جوه جسمك، فهو ياخد الاحماض الامينيه يجمعها تاني ويبني بروتين، فيكبر العظام والعضلات والاحشاء اللي هو جسمك. هو انت عباره عن ايه؟ عباره عن هيكل عظمي وبعد كده مكسو بالعظام، قصدي بالعضلات، وفي احشاء جوه. فالراجل ده بيأثر على ثلاث حاجات: بناء البروتينات في العظام والعضلات والاحشاء. اصل مش هيبقى منطقي ان انا اكبر العظم من غير ما اكبر العضله. مش انتوا عارفين ان العضلات تتصل بالعظام عن طريق الاوتار؟ فلو العظام كبرت، مش كده معنى كده ان العظام بعدت عن بعضها لانها كبرت؟ طب الوتر دوت لو ما كبرش والعضله ما كبرتش هيحصل استرتش، هتتقطع، فلازم العضله كمان تكبر. ومش منطقي ان انا اكبر القالب اللي هو جسمك، الهيكلك العظمي والعضلي، والحشوه الداخليه ما تكبرش، فبرضه الاحشاء بتكبر. يعني الجي اتش بيأثر على حجم القلب، اه بيأثر على حجم المعده والامعاء، اه بيأثر على الحاجات دي كلها. منطقي نمو الجسم، فبالتالي اكيد هيعمل بناء مش هدم للبروتينات مش الكربوهيدرات، اصلا ما بينتجش طاقه وعايز بناء يبقى بروتينات. واكيد هيكبر الجسم كله اللي هو عظام وعضلات واحشاء. الكلام منطقي لحد دلوقتي. في منطقيه اكتر من كده؟ اه الامراض. الامراض بتاعه الجي اتش ايه هي الامراض؟ والله احنا عندنا ثلاث امراض: اثنين في مرحله الطفوله، واحد نتيجه نقص الهرمون، واحد نتيجه زياده الهرمون، وفي واحد في مرحله البلوغ او بعد البلوغ نتيجه زياده الهرمون. انت بتقول ايه؟ بقول لك لو احنا عندنا طفل عنده 4-5 سنين والهرمون دوت نقص من عند الطفل، النمو بتاعه هيبقى طبيعي؟ فهيبقى طول ولا قصير؟ يعني عملاق ولا قزم؟ قزم. فيبقى مرض اسمه القزامه. قزامه. الطفل دوت قصير جدا. ولكن ركز بقى، القزامه خد منها حرف ازاي؟ قزامه تفتكر ان هو زئرد. الزئرد عارفين الزئرد؟ يقول لك ده واد زئرد، واد لهلوب. يعني ايه زئرد؟ يعني واد حرك. الواد دوت عنده مشكله جسديه ولكن العقل سليم وجنسيا برضه سليم. القوى الجسديه بايظه، القوى العقليه والجنسيه سليمه. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان ان شاء الله لما نيجي ناخد الغده الدرقيه هيقابلنا مرض نقص هرمون الثيروكسين. الغده الدرقيه اللي هي موجوده في الرقبه هنا بيبقى مرض اسمه القماءه مش القزامه. الشخص اللي عنده قماءه قصير زي ده بس متخلف عقليا ومتاخر في النضج الجنسي. انتوا فهمتوا بنفرقهم ازاي؟ نفرقهم بقى بالاثنين دول. وعلى فكره دوت ركز كده، جسديا قصير ومتناسق. يعني ايه؟ يعني جسمه قصير ورقبته قصيره وراسه صغيره. منطقي كل حاجه صغيره يعني. انما الشخص اللي عنده قماءه، الطفل اللي عنده قماءه، جسمه قصير رقبته قصيره وراسه كبيره، غير متناسق. تاني يا جماعه، تاني. القزامه عنده نقص في الجي اتش، طفل ولا كبير؟ طفل في مرحله الطفوله. ايه المشكله اللي عنده؟ جسمه قصير ومتناسق. عقليا زي الفل وجنسيا زي الفل، يبقى عشان كده بنقول عليه زئرد، قزامه زئرد. انما الشخص الثاني اللي هو عنده نقص في الثيروكسين، القماءه اللي لسه ان شاء الله هناخده مع الغده الدرقيه، عنده الثلاثه بايظين. اول حاجه جسمه قصير بس غير متناسق، يعني حتى بالنظر تعرف تفرقهم عن بعض. دوت قصير قصير صغير وراسه صغيره، انما ده قصير ورقبته قصيره بس راسه كبيره.
وبعد كده تيجي تكلم الاولاني تكلم دوت تقول له ازيك، يقول لك ازيك وعامل ايه وانا اسمي كذا واروح كذا وشاطر في المدرسه ويطلع الاول وزي الفل. انما الواد الثاني اللي عنده قماءه متخلف عقليا مش هتعرف تكلمه اصلا. مرض القماءه دوت من ضمن حاجات الاعراض بتاعته البلاهه، هو مش فاهم اصلا انت بتكلمه ازاي، لا يعقل. القزامه دوت ممكن يكبر لو اتجوز ويخلف عادي جدا، انما القماءه لا، عنده تاخر في النضج الجنسي. تمام كويس جدا. المرض اللي بعد كده طفل عنده 5-6 سنين وفجاه بنبص لقينا جسمه قد مثلا عيال في 6 و7 ابتدائي، ايه 7 ابتدائي قد في اعدادي، عارفين في عيال كده بيبقى حجمهم غريب. فدوت اسمه مرض العملاقه. عملاقه ايه اللي بيحصل؟ برضو نمو في جميع اجزاء الجسم، العظام بتاعه الجسم والعضلات بتاعه الجسم وهكذا والاحشاء الداخليه. ايه اللي بيحصل بعد البلوغ بقى نتيجه الزياده بعد البلوغ؟ ركز معايا. المفروض ان عند سن معين العظام بتاعتنا بتبطل تطول. الولد عظامه بتفضل تطول لحد 23 سنه، البنت لحد 21 سنه. مش مهم المعلومه، المهم يعني ان في مرحله العظام بتتوقف عن الطول فيه. طب الشخص ده اوريدي خلاص هو وصل لاقصى نمو، ركز معايا، لو الهرمون نقص هيحصل حاجه؟ طب يعني ايه هتاخد مين؟ يعني لما الهرمون ينقص هتاخد من الطول اللي انت اديته لي يعني هقصر تاني؟ مش حاجه اسمها كده، هفضل زي ما انا. فبالتالي ما فيش مرض اسمه نقص هرمون الجي اتش بعد البلوغ. على فكره هو بيأثر بالثه مش بيقصر، يعني مش هيأثر الانسان، هيأثر عليه ولكن هيأثر في تجديد الانسجه، ولكن بصراحه غير ملحوظه، فعشان كده ما كتبناهوش، بنعتبره مش مرض اصلا، كانه مش موجود. تاني يا جماعه، الشخص بعد البلوغ كانه بيقول لك انا خدت اللي انا عايزه من الجي اتش خلاص، مش عايز منه حاجه تاني، فينقص ايه المشكله؟ مش هيحصل حاجه. تمام، بقول لك تاني، هو علميا هيحصل مشاكل ولكن مينيمال، قليله جدا لدرجه ان هي لا تلاحظ في معظم الحالات. المصيبه فين بقى؟ ان هو يفضل يطول بعد السن المفروض يقف عنده. يعني هو المفروض عنده 23 سنه مثلا، خلاص ما يطولش اكتر من كده. يفضل حتى بعد سن البلوغ. ما هو ده المرض اللي احنا جايين نتكلم عنه. اكيد بيحصل. طيب المرض دوت بقى اسمه ايه؟ اسمه اكروميجالي. اسمه ايه؟ اسمه اكروميجالي. نكتبه كده، اكروميجالي. الاسم ده لاتيني، اكرو او اكرس معناها طرف، وميجا معناها تضخم، ميجا معناها حاجه كبيره. فدوت مرض تضخم الاطراف. الشخص دوت غريب جدا، الترنك او الجزع عادي تقريبا، العضد عادي، الساعد عادي بس كف ايده ضخم جدا، برضو الفخذ عادي، الساق عادي بس كف الرجل او خف الرجل كبير جدا، الرقبه طبيعيه بس عظام الوجه متضخمه جدا. وفي مثال تقريبا اي مدرس احياء على مستوى مصر لازم يذكره، اشرف، عشان الكبير اشرف وهدرس، ما تعرفهمش اشرف دوت لو ركزت معاه، مش تنمر والله، هو نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا جميعا يعني ويشفي جميع مرضى المسلمين، مش بنتنمر على الشخص بحد ذاته، ولكن احنا بنوصف الشخص، بنوصف المرض. لو انت ركزت معاه هتلاقي ان دراعه طوله طبيعي، دايما كف ايده اللي كبير غير متناسق، تحس كده في حاجه غريبه، كف الايد ده غير متناسق مع طول الدراع ده، الدراع ده محتاج يطول 2 متر ولا حاجه عشان يبقى متناسق مع كف الايد الضخم ده. كذلك برضو اشرف على فكره مش طويل، طوله عادي على فكره، ولكن عظام وجهه متضخمه، بيبقى عنده حاجه اسمها ريكتانجولار فيس. ريكتانجل يعني ايه؟ مستطيل. فتلاقي ان وشه مستطيل، المفروض الانسان بيبقى فيه حته سحبه هنا كده، تختلف الزاويه من شخص للتاني. هو عنده الفك من الناحيه ديت بيقعد يترصف فيه عظم، مترصف فيه عظم، فيبقى وشه كانه مصبوب، كانه مرسوم، يبقى وشه نازل مستطيل بالشكل ده بسبب تضخم عظام الوجه. المرض ده بيسموه ديزيز اوف جلوفز شوز هاتس، يعني الشخص ده عنده مشاكل في القبعه لان عظام الوجه متضخمه، عنده مشاكل في الجلافز اللي هو الجوانتي لان ايده متضخمه، عنده مشاكل في الجزم لان برضه رجله متضخمه، انما ما عندوش مشاكل في البنطلون، البنطلون مش هيبقى قصير عليه ولا طويل، عادي المنطقه ديت عاديه اصلا، ما عندوش مشاكل في القمصان برضه طبيعيه. فهمتوا الفكره؟ عشان كده مرض تضخم الايه؟ الاطراف. هل لو دخل لك واحد في العياده، انت قاعد في العياده دلوقتي ودخل لك 4 مرضى، 2 قصيرين و2 الى حد ما طوال ضخام، الاثنين القصيرين واحد عنده قزامه واحد عنده قماءه،
تعرف تفرق بعينيك مين فيهم متناسق؟ قزامة. مين اللي راسه كبيرة؟ وماء غير متناسق. طيب الاثنين اللي هم جسمهم ضخم شوية تعرف تفرق بعينيك؟ العملاق متناسق، الساعد كبير والعضد كبير والايد كبيرة، انما الاكروميجالي غير متناسق، دول طبيعيين والاطراف هي المتضخمة. حاجة كمان، الاثنين اللي هم القصيرين هتحاول تتكلم معاهم تشوف القوة العقلية، القزامة زئرت زي الفل عقليا، وممكن لو هم كبار في السن هقولك ابني ومش عارف ايه متجوز ومخلف عادي، انما القماءة لا، مش هيكلمك اصلا لانه متخلف عقليا وكمان ما يتجوزش ويخلف. طيب الاثنين بتوع العملاقة والاكروميجالي هتكلمهم عن التاريخ، حاجة اسمها الهيستوري او التاريخ المرضي، تسألهم قول له والله هي المشكلة ديت، الاثنين اصلا عندهم حوالي 25 سنة، بس تقول له هي المشكلة ديت بدأت من امتى؟ يقول لك ياه ده من ابتدائي. تقول له ايام ما كنت طفل، يبقى عملاقة. يقول لك لا ده من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت يعني انت عندك 24 سنة، معنى كده ان انت كنت بالغ، فدوت يبقى ايه؟ اكروميجالي. يبقى خلي بالك الدكتور الشاطر بيقدر يلقط المرض بعينيه قبل ما يفحص. طبعا مش كل الامراض كده، ولكن الدكتور اول ما المريض يدخل لازم يبص عليه، واول حاجه في الفحص دايما اسمها انسبكشن، اللي هو بعينيك تبص على المريض الاول قبل ما تمد ايدك عليه اصلا في الفحص ولا تطلب منه تحاليل. فالاثنين دول تقدر تفرق بينهم بعينيك. التناسق، كلمه السر في التناسق. تمام. طيب في معلومات اضافيه كده عن الجي اتش كلها متعلقه، مش الهرمون ده بيكبر العضلات، الهرمون ده بتاع الجيم. في ثلاث معلومات عن الجيم. هو انت عشان تبني عضلات في الجيم محتاج ايه؟ محتاج تتمرن كويس جدا، محتاج تاكل كويس جدا، وتنام كويس جدا. يعني اللي بيروح الجيم وينام مثلا 3 4 ساعات ده ما... لا العضله مش هتكبر. محتاج ان هو ينام كويس واكتر من الاشخاص الطبيعيين، على الاقل خالص 8 ساعات 9 ساعات. ليه بقى؟ لان الثلاث حاجات دول هم اللي بيزودوا نسبه الجي اتش في الجسم. تمرين العضلات، ولازم يبقى اكتر من حمل العضله. بمعنى يعني لو واحد مثلا راح يتمرن في الجيم 10 ساعات وبيشيل وزن 2 كيلو ونص، ما عملش اي حاجه، العضله مش تكبر. ليه؟ لان انت لازم تخلي العضله تجيب اخرها. العضله مثلا بتشيل 15 كيلو، خلاص اتمرن 15 كيلو وبعد كده حاول تجيب ال 20، حاول تجيب يا عم 17 ونص، زود يعني الوزن شويه، تجيب اخر العضله فتفرز جي اتش. يبقى اول حاجه بتزود الجي اتش التمرين الشاق. تاني حاجه البروتين، الاكل اللي فيه بروتين كتير، وده منطقي. بتوع الجيم دايما تخلص الجيم ويقوم جاي واكل يعني صدور فراخ بالظبط، وكان قبل كده البيض قبل كده، انما دلوقتي عشان ناخد مثلا 5 بيضات محتاج قرض من البنك. عارفين البيضه بكام دلوقتي؟ يعني ده لو البيضه ب 3 جنيه 3 ونص، ما شاء الله. ده لو بيضاها في مستشفى خاصه مش تبقى كده، يا حاجه تشيل ما علينا. فلازم ياكل بروتين كتير. الحاجه الثالثه لازم ينام كويس. وبصراحه النوم الكويس دوت، انتوا عارفين المعلومه ديت بس مش واخدين بالكم. عارفين اعلانات بامبرز؟ لا مؤاخذه يعني، اعلان بامبرز تلاقي دايما في سلوجان كده او جمله بيقولوها، يقول لك جفاف افضل، نوم افضل، نمو افضل لطفلك. يعني هو ماشي، احنا عارفين الجمله وفاهمين يعني ايه جفاف افضل، ماشي بامبرز يا يمتص عارفين، ماشي نوم افضل قشطه برضه، ما هو لو الواد مش مبلول هينام كويس. ايه بقى علاقة النوم الافضل بنمو افضل لطفلك؟ ما هي دي الفكرة، ان هو لما ينام نوم عميق ومستريح الجي اتش هيزيد فينمو كويس. ده بتتقال في الاعلانات تخيل اعلان بامبرز، تدرس احياء في الاعلانات. فهمتوا الفكرة؟ افتكروا الثلاث معلومات الزيادة دولت عن طريق كلمة اللي هم الجيم، بيبقوا محتاجين يتمرنوا كويس تمرينات شاقة، تاني حاجة ياكلوا اكل فيه بروتين كتير، تالت حاجة يناموا كويس. في مشكلة في الجي اتش؟ ده اول هرمون، ناقصنا بقى الخمسه الباقيين. احنا لسه في الفص الامامي او الجزء الغدي، خلاص بقى خلصنا الهرمون اللي كان لوحده اللي هو هرمون الجي اتش، ودوت ليه وظيفه لوحده كده. انما الهرمونات الباقيه الخمسه الباقيين بنجمعهم تحت عنوان واحد، العنوان دوت اسمه بقى الهرمونات المنبهه للغدد الاخرى. ما عشان كده سميناها المايسترو، عشان الهرمونات اللي جايه دي. اول هرمون اسمه تي اس اتش. ليه؟ هقول لك ليه كمان شويه، بس اعرف ان هو بيروح يحفز الغده الدرقيه، دي اسمها الغده الدرقيه، بتفرز هرمون اسمه الثيروكسين. هي فين الغده الدرقيه ديت؟ موجوده في الجزء الامامي من الرقبه،
بيسموها بتر فلاي اوف ذا نيك، الفراشه بتاعه الرقبه، لان هي عامله زي الفراشه، بتتكون من فصين بينهما برزخ. البرزخ ده الحاجه الواصله اللي ما بينهم دي، تمام؟ دي الغده الدرقيه. مين اللي بيأثر عليها؟ الغده النخاميه، عن طريق هرمون اسمه ايه؟ اسمه تي اس اتش. طب ليه سمي بهذا الاسم؟ لان الغده الدرقيه باللاتيني معناها، او بالانجليزي حتى، ثايرويد. ثايرويد، فلما نيجي نترجم الكلمه ديت او نشوف هي اختصار لايه، هنلاقي ان هي عباره عن ثايرويد ستيميوليتنج. ستيميوليت يعني ايه؟ يحفز. ستيميوليتنج هرمون، الهرمون المحفز للدرقيه. الدرقيه اسمها ثايرويد، وستيميوليت يعني يحفز، وهرمون يعني هرمون، فده الهرمون المحفز للدرقيه، تي اس اتش، ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. طيب الهرمون رقم 2 اي سي تي اتش، في حاجه اسمها الكليه عارفينها، عندنا 2 منها. احنا بقى مش عايزين الكليه، احنا عايزين اللي فوقها. في غده اسمها الفوق كلويه او الكظريه. الكظريه دي بتتكون من جزئين، القشره والنخاع. الجزء الخارجي دوت يسمى القشره، وقشره باللاتيني معناها كورتكس. كورتكس او بالانجليزي برضه، ودوت اسمه النخاع مضلة، ما يهمنيش. احنا جايين نأثر على مين بقى؟ نأثر على القشره. واي حد هيقول لي ان هرمون الاي سي تي اتش بيأثر على القظريه هديله بالقلم في وشه، بتضايق من الكلمه دي قوي. يقول لي كده قشره القظريه، مش القظريه، القظريه فيها جزئين، هو بيأثر على القشره بس، ملوش دعوه بالنخاع. ليه بقى؟ لان اللي بيأثر على النخاع تنبيه عصبي. عارفين الجهاز العصبي السمبثاوي؟ ده بتاع الرحرحه ولا بتاع الخناقات؟ بتاع الخناقات. جهاز السمبثاوي ده جهاز النجده والطوارئ، بتاع الخناقات، وهناخده بالتفصيل ان شاء الله. فالجهاز السمبثاوي دوت بيروح يأثر على النخاع، عشان النخاع دوت بيفرز هرموني الادرينالين والنور ادرينالين، اللي بيطلعوا في حالات النجده والطوارئ، حالات الخناقات، حالات الموت، حالات الهرب، حالات الرعب. فبالتالي لازم يبقى تنبيه عصبي سريع. انما القشره لا، بتتاثر بهرمون بطيء اسمه اي سي تي اتش. ماشي. طب هو اختصار لايه؟ بصراحه الاسامي كلها لاتيني، يعني هو اختصار لادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. ادرينو اللي هي الغده الكظريه اسمها ادرينال جلاند، على اسم الادرينالين اللي هو اهم هرموناتها، مش مهم. كورتيكو اللي هي جايه من كورتكس، ادرينو كورتيكو تروفيك زي ستيميوليتنج هرمون، فده الهرمون اللي ستيميوليت اللي هو تروفيك لقشره كورتكس الكظريه اللي هي الادرينال اي سي تي اتش. يا دكتور الاسامي صعبه حبيبي، يعني مش صعب اصلا، انت هتزهق من الاسامي دي، يعني مفيش حد هيجي في اخر السنه يقول ما بعرفش احفظ اسامي الهرمونات. لا لا لا، دي اقل مشكله، في مشاكل اعوص من كده بكتير، دي مش مشكله اصلا يعني. طيب هي الغدد دي صماء ولا قنويه ولا مشتركه؟ الغدد دي يا جماعه بتفرز هرمونات، فديت غدد لا قنويه صماء، يبقى هي بتأثر على غدد صماء اهو. رقم 3 هرمون اسمه برو لاكتين، او برو لاكتين. برو معناها قبل، برو او بري، عارفين اللي هو بري سكول، مرحله ما قبل الدراسه، فبرو معناها برضو قبل. لاكتين ديت معناها لبن، عارفين سكر اللاكتوز؟ سكر اللاكتوز ده سكر اللبن، ودايما اي منتج من منتجات الالبان بيسموه لاكتيل. لاكتيل دوت حاجه دايما في الالبان، فبرو لاكتين دوت الهرمون اللي قبل افراز اللبن. ليه بقى؟ لان هو اللي بيصنع اللبن. بص يا عم، تعال نرسم كده قطاع في الغده الثدييه. هنرسم قطاع عرضي، يعني مثلا هنجيب انثى وتكون حامل او مش حامل بقى، في ولاده وفي رضاعه يعني، وتقف بالعرض كده، وناخد قطاع بالطول في جسمها. فالغده الثدييه من الجنب هتبقى عامله كده. هندخل جوه الغده الثدييه، من جوه هتلاقي ان في غدد صغيره كلها بتتجمع بقنوات وبتفتح في الحلمه او النبل، اللي هي على فكره مش بتبقى فتحه واحده، بيبقوا من 15 ل 20 فتحه من هنا، تمام؟ طيب بس صغيرين جدا. دي كده جزء غدي، وادي القناه هتكمل لحد الاخر، وادي كمان غده. كتير بقى يتجمعوا بالشكل ده. احنا فين دلوقتي؟ احنا واخدين قطاع في الغدد الثدييه. في ما بين الغدد ديت عضلات كده شكلها مغزلي، يبقى ديت ملساء ولا اراديه؟ ملساء. العضلات الملساء هي اللي بتبقى مغزليه الشكل، وانا رسمت فيها خطوط.
لا رسمت فيها نواه ولا عده انويه؟ نواه. يبقى ملساء. ماشي، انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان البرولاكتين بيأثر على الجزء ده، هو الجزء المفرز ده، اسمه الجزء المفرز اللي هو بينتج اللبن ذات نفسه، ويحفز انتاج اللبن او تصنيع اللبن داخل الغده. خلي بالك داخل الغده، ما فهمتكش يعني عايز تقول ايه. يعني عايز اقول لك ان في هرمون من الاثنين ده، همت هناخده بالتفصيل، بس اسمح لي اخد بيروح ياثر على عضلات الملساء، اسمه هرمون الاكسيتوسين، وده بيفرز من الفص الخلفي. سيبك من اسمه دلوقتي. الهرمون ده بيعمل ايه بقى؟ بيخلي العضلات دي تنقبض، فبالتالي تضغط على الجزء المفرز فيندفع اللبن لفم الطفل عند الرضاعه. تاني، الغدد الثدييه بتتاثر بهرمون ولا اتنين؟ اللي بيعمل انتاج للبن اسمه برولاكتين، بيأثر على العضلات ولا القناه ولا الجزء المفرز؟ الجزء المفرز. طب مين اللي بيأثر على العضلات؟ الهرمون الثاني اللي ما اعرفش اسمه، اوكسيتوسين، بيعمل على انقباض العضلات الملساء فيضغط على الجزء المفرز فيندفع اللبن. طيب هسأل سؤال فيه شيء من الذكاء، يعني دوت الزمن ودوت تركيز الهرمون في الدم، ودي واحده بترضع وعندها هرمون منهم عامل كده وهنسميه الف، وفي هرمون تاني عامل كده وهنسميه به، تفتكر الف هو البرولاكتين ولا الاكسيتوسين؟ البرولاكتين. ليه؟ اصل انتاج اللبن، انتاج التصنيع داخل الغده الثدييه امتى؟ طول الوقت، ليل نهار، صاحيه نايمه، واقفه قاعده، بتشتغل ما بتشتغل، الانتاج اللبن طول الوقت، ولكن نزول اللبن لفم الطفل عند الرضاعه بس، فبالتالي الاكسيتوسين بيطلع عند الرضاعه فقط، انما هنا مفيش رضاعه يبقى مفيش اكسيتوسين. اصل يعني لما اخذ يعني مش منطقي ان هي تمشي تسرسب، يعني فاهمين؟ يعني هو يطلع وقت الرضاعه مش طول الوقت. بس يا حبيبي، بس يا بابا. طيب يبقى اذا في هرمونين، في هرمون مسؤول عن تصنيع اللبن داخل الغده، وهرمون مسؤول عن نزول اللبن. تصنيع اللبن دوت ليل نهار، فالبرولاكتين طول الوقت، انما نزول اللبن لحظه الرضاعه فقط اللي هو الاكسيتوسين، وبيأثر على العضلات الملساء. طيب رقم 4 و5، هرمونين، واحد اسمه FSH وواحد تاني اسمه LH، ودول انا هقول بس بيأثروا على ايه، وهنمسح السبورة ونكتب بقى بالتفصيل. بيأثروا على المناسل. ايه هي المناسل؟ والله في الانثى حاجة اسمها المبيض، وده هيضطرنا ان احنا نشرح حاجة مهمة جدا 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 في الحياة وفي العموم وفي الممات وفي الهرمونات وفي التكاثر وفي الامتحان، ولازم نيجي عنها سؤال او اتنين. حاجة اسمها دورة الطمس. ايه هي دورة الطمس؟ اللي هي دورة الحيض. ايه هي دورة الحيض؟ اللي هي الدورة الشهرية. لازم أن تتشرح بالتفصيل ونفهمها النهاردة إن شاء الله. طيب الحاجة الثانية في الذكر اللي هو الخصية، تمام؟ ثواني كده، هي الغدة اللي هي الغدد الثديية بتنتج هرمونات ولا بتنتج لبن؟ لا لبن. طيب عندها قناة ولا ما عندهاش؟ يعني لا قنوية صماء ولا قنوية؟ قنوية. يبقى إذن الهرمونات المنبهه للغدد الاخرى بتنبه غدد صماء زي الدرقيه والكظريه، وبتنبه غدد قنويه كمان زي الايه؟ زي الغدد الثدييه. طيب هي الخصيه تبع الغدد انهي؟ المشتركه. الخصيه والمبيض غدد مشتركه، فبالتالي هنقولها بالتفصيل كمان شويه. المهم يعني ان دي كمان مشتركه. اها كده الموضوع اتظبط. يبقى التسميه بتاعتنا اللي صح هو لما كان مسميها سيدة الغدد الصماء غلط، لأنه لما قال الغدد بالألف واللام وعرفها كده أوهمني إن هي بتأثر على كل الغدد. حد شاف كلمة بنكرياس هنا؟ ما بنأثرش على البنكرياس. حد شاف كلمة جارات درقية؟ لا. حد شاف كلمة نخاع الكظرية؟ أو إحنا بنأثر عليه يعني؟ لا، ما بنأثرش على النخاع. يعني في غدد تانية ما بنأثرش عليها، فما تقوليش الغدد، قولي بعض الغدد، وما تقولش الصماء، لان هي بتاثر على صماء وقنويه ومشتركه، فالتسميه ديت هي الاصح. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب اللي عايز يصور صبوره صورها بسرعه. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك اثرا، ننشر علما نبغي اجرا، نبني جيلا يصنع فجرا. ركزوا معايا اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لما سريعة،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا ومن لا غنى لنا طرفة عين عن اتباع منهجه وسنته محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احنا بنتكلم عن الغدة النخامية اللي ليها اسمين، الاسم الأول سيدة كل الغدد ولا بعض الغدد؟ الصماء ولا ممكن تبقى مختلفة؟ مختلفة، لأن خلي بالك الهرمون اللي تي اس اتش كان بيأثر على الدرقية دي صماء، الاي سي تي اتش كان بيأثر على قشرة الجذرية ودي صماء، إنما الغدة الثدية قنوية، المناسل مشتركة. يبقى احنا كده عندنا هرمونين اللي هما الأولانيين بيأثروا على الدرقية وقشرة الجذرية ودي غدد صماء. عندنا البرولاكتين بيأثر على غدة قنوية، الـ FSH والـ LH بيأثروا على الخصية والمبيض ودول غدد مشتركة، فعشان كده التسمية بتاعتنا هي اللي صح مش بتاعته، هي مش سيدة الغدد الصماء، هي سيدة بعض الغدد بأنواعها. تمام؟ ده كان التسمية. المكان هي متصلة بالمخ ولا بالرجل؟ بالمخ. فوق المخ ولا تحت المخ؟ تحت المهاد. تحت المهاد بنسميها اسم تاني هايبو ثالاموس. بعد كده الغدة النخامية لها كم جزء؟ الحتة اللي نازلة دي اسمها الايه؟ عنق. بعد كده فص وفص. الفص الامامي والاوسط بنسميهم الجزء الغدي، بيفرز كم هرمون؟ ستة. اولهم الجي هرمون، بيصنع ولا بيهدم؟ يعني بناء ولا هدم؟ بروتينات ولا كربوهيدرات؟ بروتينات، عشان يعمل على نمو الجسم، وبيأثر على ثلاث حاجات: العظام والعضلات والأحشاء. لو نقص في الأطفال مرض اسمه القزم. دوت حرف ازاي يفكرك بايه؟ زائد. يعني شاطر ولا بليد في المدرسة؟ نمو العقلي زي الفل. يتجوز ويخلف ولا لا؟ يتجوز ويخلف عادي. طيب جسمه قصير بس متناسق، صح؟ على عكس القماءة، القماءة كان قصير بس مش متناسق، راسه كبير. القماءة عنده تخلف عقلي وتأخر في النضج الجنسي. طيب لو الهرمون دوت زاد عند الأطفال عملاقة، متناسق ولا مش متناسق؟ متناسق عادي. طب لو زاد بعد البلوغ أكروميجالي، بيبقى كبير بس مش متناسق، عنده تضخم في الحاجات اللي في المنتصف ولا في الأطراف؟ اسمه مرض تضخم الأطراف، أكرو معناها طرف، تضخم الأطراف اللي هي الأيدي والأصابع والأقدام وتضخم عظام الوجه. الراجل دوت بيسموا وشه ريكتانجولار فيس، اللي هو وشه بيبقى مستطيل، المفروض اصلا بيبقى فيه حاجه هنا انجل كده، زاويه نازله، الزاويه ديت من كتر تضخم العظام بتاعه الفك بتتعدل كده، فيبقى وشه كانه مصبوب، كانه مرسوم مستطيل. تمام؟ من كتر تضخم عظام الوجه. خلصنا الجي اتش، بعد كده دخلنا على الهرمونات الباقيه. اول واحد كان تي اس اتش، بيأثر على الغده اسمها بالانجليزي ايه؟ ثايرويد. ثايرويد وصفها انها فراشة، ده مش انجليزي ده. المهم ان هي ثايرويد، فبالتالي ثايرويد ستيمولاتنج هرمون تي اس اتش، والغده الدرقيه دي بتفرز هرمون اسمه ايه؟ ثايروكسين. حلو جدا. بعد كده بيأثر على الغده الكظريه، صح؟ قشره الغده الكظريه. امال النخاع بيتأثر بهرمونات ولا بأعصاب؟ جهاز العصبي هون السمباثاغ بتاع حالات النكده والطوارئ، بتطلع ادرينالين ونور، بس ده النخاع انا ماليش دعوه بيه اصلا، بس ادينا قلناه. احنا بقى بنأثر على القشره اي سي تي اتش. بعد كده هرمون البرو لاكتين. لاكتين ديت بتدل على الايه؟ على اللبن. الغدد هين هي صماء ولا قنويه؟ قنويه. بيبقى فيها جزء مفرز وقناه وعضلات ملساء. مين اللي بيأثر على الجزء المفرز؟ البرولاكتين. عشان انتاج ولا نزول؟ انتاج اللبن. والبرولاكتين دوت من بعد الولاده لحد الفطام موجود، للنهار موجود برولاكتين. انما مين الهرمون اللي بيأثر على عضلات الملساء؟ اوكسيتوسين. كان بيعمل على انتاج ولا نزول؟ نزول واندفاع اللبن عند الرضاعه. ودوت موجود طول الوقت ولا عند الرضاعه بس؟ عند الرضاعه بس. كان في خلايا كده موجوده في منطقه تحت المهاد اسمها الخلايا العصبيه المفرزه. الانتاج بيحصل في منطقه تحت النقل بيحصل عن طريق العنق، انما التخزين والتحرير في الفص. فالفص الخلفي بينتج هرمونات ولا شحات؟ امال مين السيلف اندبندنت فص؟ الاماني. هو اللي بينتج هرمونات. الاوسط بينتج هرمونات برضه، بس على فكره الاوسط بينتج هرمون واحنا ما قلناهوش، مش علينا يعني، اسمه ام اس اتش، ده المسؤول عن بشره الجلد. ما علينا، انا قلت حاجه؟ ما قلتش حاجه طبعا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم بقى عن تاثير اف اس اتش و ال اتش على المبيض. وهنا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا 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 جدا
على المستوى العام وفي الحياة وفي الامتحان وفي الهرمونات وفي التكاثر، وهي حاجة اسمها الدورة الشهرية أو دورة الطمس أو دورة الحيض. أقول لك حاجة، في الهرمونات هو قال لك جملتين عن الـ FSH والـ LH. هو قال كده، هرمون الـ FSH يعمل على تكوين حويصلة جراف. مين حويصلة جراف؟ متعرفش، ويسيبك ويجري. وبعد كده يقول لك الـ LH بقى دوت بقى مسؤول عن تكوين الجسم الأصفر. مين جسم مين؟ وايه اللي صفره؟ فيقوم لك يقول لك الكلمتين دول ويقول لك ايه، غدا القاك في التكاثر بقى نتقابل هناك. انا ما بحبش كده، انا بحب دايما ان انا استغل الكلام دوت ان انا افهمه دلوقتي، ولما نيجي في التكاثر نبقى قاعدين فاهمين برضه، نزود معلومات ونبقى بنعلى بالليفل اكتر كمان. ما نجيش في التكاثر بقى ونبقى قاعدين زي الحمير. بل دوت بيفيدني في حاجه كمان، ان انت بتفهم الهرمونات كويس جدا، التكاثر فيه معلومات كتير كلها سهله على فكره. اسهل فصل هو التكاثر، واكتر فصل بيخلص بسرعه، بيخلص بسرعه جدا تمام، ولكن معلوماته كتير. المشكله في الكميه مش المشكله في الفهم. فانت لما تيجي تكون مخلص معلومات من التكاثر هتستريح، ودي على فكره اصعب حاجه في التكاثر، بس ان شاء الله نستمتع بيها. ركزوا معايا بقى، الدوره الشهريه هي عباره عن ثلاث حاجات، حاجه هنا وهنا وهنا. مين دول بقى؟ اول حاجه الغده النخاميه، ما اكيد، واكيد الفص الامامي كمان، ما انت جاي تتكلم عن الاف اس اتش والال اتش. الاف اس اتش والال اتش يبقى رقم واحد الفص الامامي للغده النخاميه. الفص الامامي بهرموني الاف اس اتش والال اتش بيأثروا على المبيض بتاع الانثى. طبعا المبيض بيبقى حجم في حجم السودانيه، او يسموه في حجم اللوزه المقشوره. كتاب الاحياء عليه شويه توصيفات كده غريبه قوي. يعني احنا هيقابلنا وصف يقول لك ايه، قد راس الدبوس، من راس الدبوس لحد بذره الفول الصغيره. ايه ليه؟ ليه بذره الفول؟ وليه الصغيره؟ والصغيره دي قد ايه؟ ما تعرفش. يجي يقول لك لما نيجي في التكاثر يجي يوصف المبيض يقول لك في حجم اللوزه المقشوره. لوزه ومتقشره، اوعى تسيبها. ماشي. المهم يعني المبيض احنا مكبرينه علشان نعرف نتكلم عليه. وده كله بقى بيأثر على ايه؟ بيأثر على بطانه الرحم. تعال نرسم الجهاز التناسلي الانثوي كله. اول حاجه هنبدا من عندها هي الرحم. والرحم بيسموه عضو كمثري الشكل، بجملة الأوصاف بقى شبه الكمثرية اهوت. ده كده جدار الرحم، جدار الرحم سميك جدا، طبعا عضلات ملساء لا إرادية. طيب بعد كده ده عنق الرحم من تحت، ده كده في حاجة هنا اسمها المهبل، وبيبقى فيه تحززات من الداخل كده علشان يسمح بالتمدد أثناء الولادة الطبيعية. في حاجتين هنا اسمهم قناتي فالوب، وكل قناه طالع لها حاجه كده عامله زي العفاريت. عارفين ايه ده العفاريت؟ ايه هو في حاجه اسمها ايه؟ طيب مهم. وده المبيض، ده المبيض. احنا بقى خدنا المبيض ده وكبرناه هنا. هو احنا جايين نتكلم عن ايه في الحوار ده كله؟ احنا مش جايين نتكلم عن اي حاجه من اللي انا رسمتها، انا جاي اتكلم عن بطانه الرحم. الرحم بيتكون من جدار، وده عضلات ملساء. انا جاي اتكلم بقى عن البطانه، لان بطانه الرحم ديت هي دم الطمس، هي ديت دم الحيض. يعني دم الحيض ده عباره عن ايه؟ عن بطانه الرحم اللي اتبنت وتهدمت. انتوا ما كنتوش تعرفوا اصلا ان في حاجه اسمها دوره شهريه غير ان هو دم وخلاص. الدم ده جاي منين؟ ما نعرفش. هو جاي من الرحم، اللي هو ده الرحم ذات نفسه يعني بيتهدم، بطانته هي اللي بتتهدم. دوت الجزء الاقل والجزء الاخير من الدوره الشهريه، انما في الموضوع ليه جذور ثانيه، فاحنا هنجيب بقى الموضوع من بدايته. طيب هو ايه اللي حصل؟ البنت ديت كل حاجه كانت ثابته وما عندهاش بطانه رحم خالص. ليه؟ لان هي لسه عندها مثلا 8 9 سنين، فهي غير بالغه اساسا. في يوم من الايام قررت الغده النخاميه تبدا مرحله البلوغ. يعني ايه تبدا مرحله البلوغ؟ تبدا بافراز هرمون يسمى اف اس اتش. البنت بتبقى مولوده والرحم بتاعها او قصدي المبيضين بيبقى فيهم مجموعه بويضات، كل مبيض تقريبا فيه حوالي نص مليون بويضه، كتير جدا. بويضات صغيره عامله كده، موجوده في اكياس اسمها حويصلات غير ناضجه. الحويصلات ديت في المبيض من ساعه ما هي اتولدت ساكنه ثابته، ما حدش جه ناحيتها، ولكن خلاص اليوم اللي هتبدا البلوغ فيه هيبدا يفرز هرمون الاف اس اتش الذي يعمل على نمو الحويصلات. هياخد واحده كده ويكبرها ويحولها لحاجه اسمها حويصله. العالم اللي اكتشفها اسمه جراف،
فسموها جريفيان فوليكل او حويصله جراف. حويصله جراف يبقى دي اول حاجه هي حويصله جراف. مين اللي كونها؟ هرمون الاف اس اتش اللي بيفرز من الغده النخاميه الفصل الامامي والخلفي الامامي، بيحول مين لمين؟ الحويصلات الغير ناضجه الى حويصله جراف. بعد كده في يوم من الايام قرر هرمون ينزل من السماء كالنيزك اسمه ال اتش. النيزك اللي نازل دوت هينزل يعمل دمار، هيعمل ثلاث كلمات بحرف الت: تفجير، تحرير، تكوين. تفجير حويصله جراف، فجرت. مين اللي جواها دي؟ دي البويضه، تحرير البويضه. طيب الحاجات الباقيه دي هتروح فين؟ تكوين الجسم الاصفر. يبقى عندنا ثلاث كلمات: تفجير، تحرير، تكوين. مش احنا كوننا حويصله جراف؟ هو احنا عايزين مين اللي جواها؟ مين اللي جواها دي؟ البويضه. فاحنا عايزينها فنقول لها سيبيها فنفجرها. يبقى فجرنا حويصله جراف، حررنا البويضه، والبواقي بتاعت حويصله جراف اسمها الجسم الاصفر. يبقى دي تاني حاجه، الجسم الاصفر. خلي بالك انا كل دوت انا بحكي ما بين الاثنين الاولانيين وما جيتش للحاجه اللي اسمها بطانه الرحم اصلا. تعال بقى نشوف مردود الحاجات اللي بتحصل في المبيض على بطانه الرحم. حويصله جراف او الحويصلات الناميه دي بتفرز هرمون مهم جدا 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 اسمه هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين دوت بيروح على بطانه الرحم يلاقيها مفيش بطانه اصلا على الارض. انا بحب اوصفها كده: صحراء جرداء لا فيها زرع ولا ماء، ابيض يا ورد. بطانه الرحم دلوقتي على الحديده، فهيروح يعمل ايه؟ هيروح يعمل كلمه مهمه جدا اسمها انماء لبطانه الرحم. هينبت شويه بطانه رحم كده. يبقى تاني، هو الهرمون اللي نازل من فوق اسمه ايه؟ بيحول مين؟ حويصلات لحويصله، بتفرز هرمون لما راح لبطانه الرحم لقاها صحراء جرداء لا فيها زرع ولا ماء، فعمل لها انماء على نفس الوزن. شايفين؟ طيب عمل انماء لبطانه الرحم. طيب بعد كده الجسم الاصفر بيفرز هرمون تاني اسمه هرمون البروجسترون. البروجسترون، هرمون البروجسترون دوت بيروح يكمل على بطانه الرحم، بيزود السمك بتاع بطانه الرحم ويزود الامداد الدموي. يعني ايه؟ يعني بطانه الرحم تبقى عامله كده. طب ده كله ليه حبيبي؟ هي مش البويضه اتحررت؟ البويضه عقبال عندك دلوقتي في قناه فالوب. يعني ايه في قناه فالوب؟ يعني ممكن دلوقتي لو البنت ديت متزوجه الحيوانات المنويه هتوصل هنا، وحيوان منوي زائد بويضه معناها تلقيح واخصاب، واخصاب يعني زيجوت، وزيجوت يعني جنين، وجنين يبقى لازم نستقبله، ونستقبله في الرحم. ما اكيد مش هتحمل في معدتها، هتحمل في الرحم، وعشان يروح يتزرع في الرحم لازم يبقى بطانه الرحم مش جدار الرحم. فكل اللي احنا بنعمله دوت تحسبا انها تحمل، تحسبا انها تحمل، فبنبني لها بطانه رحم. طب انا بقول لك البنت ديت عندها لسه بالغه اصلا، ده دي اول دوره شهريه تجيلها، فبالتالي هتبقى متجوزه، هتحمل، فبالتالي البويضه هتموت، مش هتحمل، فبطانه الرحم هتتهدم. كل اللي اتبنى دوت سيتهدم وينزل دم الطمس. تعالوا كده نحط الزمن، خط الزمن ده من اليوم صفر. تعرفين الدوره الشهريه كام يوم؟ 28 يوم. 28 دوت الستاندرد 90% من الاناث. في اناث بيبقى عندهم الدوره الشهريه 21 يوم 3 اسابيع، وفي اناث بيبقى عندهم 35 يوم 5 اسابيع، انما هي المنطقي او معظم الناس يعني بيبقى ايه؟ بيبقى 4 اسابيع. ماشي، 28 يوم. امتى البنت تقول ان الدوره الشهريه بدات؟ اول يوم نزول دم طمس. اول يوم نزول دم يبقى ده اول يوم في الدوره الشهريه. يبقى هنا دوت اول يوم لمده من 3 ل 5 ايام بنسميها مرحله الطمس. الطمس اللي هو الحيض او نزول الدم من 3 ل 5 ايام كمتوسط 4 يعني. ايه اللي بيحصل في المرحله ديت؟ تهدم بطانه الرحم، تمزق الشعيرات الدمويه، نزول دم الطمس.
طيب حد كده في اليوم الرابع، مش اليوم الرابع كده بطنة الرحم كلها تهدمت؟ تيجي نوصف بطنة الرحم عاملة ازاي؟ صحراء جرداء لا فيها زرع ولا ماء. طيب محتاجين نبدأ دورة شهرية جديدة، مين اللي هينزل من فوق؟ يحول البطن الغير ناضجة لحويصلة اللي بتفرز هرمون، بيروح لبطنة الرحم يلاقيها صحراء جرداء لا فيها زرع ولا ماء، فيعمل لها إنماء، يعمل إنبات لبطنة الرحم. الكلام ده بياخد كام يوم يا عم الحاج؟ بياخد 10 أيام، من اليوم الرابع لحد اليوم ال 14 لحد منتصف الدورة الشهرية، ودي بنسميها مرحلة نضج البويضة. فعلا ما كانت غير ناضجة وحولناها لحويصلة جراف ناضجة. طيب اليوم ال 14 دوت انا بحب اسميه اليوم الموعود، اليوم المشهود، يوم ان نزل النيزك من السماء. مين النيزك اللي نزل من السماء؟ الليش نزل عمل كم كلمة؟ تفجير، تحرير، تكوين. تفجير حويصلة، تحرير، تكوين الجسم. الجسم الأصفر بيفرز هرمون الايه؟ ايه البروجسترين دي؟ هو يا اما استروجين يا اما بروجسترون. بروجسترين دي مش موجودة. هرمون الايه؟ بيزود ويزود الامداد، فتصبح بطانة الرحم متلعلعة ومتزهزهة وزي الفل. وطبعا احنا منتظرين المآل بتاع البويضة. يا ترى البويضة ديت هيجي لها حيوان منوي فيحصل تلقيح واخصاب والست ديت تحمل، ويبقى احنا تعبنا مرحش هدر عمالين نبني لها بطانة رحم بقالنا كام يوم؟ من الرابع لحد ال 28 بقالنا 24 يوم. هو مش 28، في 4 تهدم صح؟ يوم الاربعاء بقالنا من الرابع ل 28 24 يوم بنبني بطانة الرحم. حصل حمل؟ ما حصلش حمل. ابدأ يا ابني تاني، يلا هد ده كله. تتهدم بطانة الرحم وتتمزق الشعيرات الدموية وينزل دم الطمس، وتبدأ دورة شهرية جديدة. هو دم الطمس بيقعد من كام لكام يوم؟ كمتوسط في اليوم الرابع هيبدأ يفرز هرمون يحول الى حويصلة. طب انا عايز نقول يعني بحماس شوية عشان المرة الجاية هتبقى دراماتيك جدا، يعني انا اللي هقولها المرة الجاية بس هتبقى دراماتيكية جدا بقى عشان نثبت المعلومة. تاني الست البت دي حملت، فالبويضة هتتحلل صح، وبطنة الرحم تتهدم والشعرات الدموية تتمزق وينزل دم الطمس من كام لكام يوم؟ كمتوسط في اليوم الرابع صحراء. مين اللي هينزل من فوق؟ يحول دوت بياخد كام يوم؟ 10 من الرابع. طيب في اليوم ال 14 اليوم الموعود، اليوم المشهود، النيزك ينزل من السماء اللي هو هيعمل كام كلمه؟ تفجير، تحرير، تكوين. تفجير حويصله، تحرير، تكوين. الجسم الاصفر بيفرز البروجسترون، يزود ويزود الامداد، ولكن البنت هتحمل، فبالتالي تتهدم بطانه الرحم وتبدا دوره شهريه جديده. طيب هنقولها لاخر مره، على فكره انا قلت اللي انا عايزه بس هنقولها لاخر مره، والمره دي عايزين بقى مشاعير ومحاسيس عشان الموضوع فعلا هنعتبر الحاجات ديت اشخاص. طيب البنت قالت النهارده اول يوم في الدوره الشهريه، قلنا لها عللي وبما تفسر النهارده اول يوم في الدوره الشهريه، قالت لان النهارده اول يوم في نزول الدم. بيستمر قد ايه؟ قالت تقريبا 4 ايام. في اليوم الرابع بنبص على بطانة الرحم ونفحصها ونلاقي ان هي صحراء جرداء لا فيها زرع ولا ماء، فيبدأ الـ FSH بالنزول يحول الغير ناضجة لحويصلة جراف. حويصلة جراف تبدأ تفرز الاستروجين، تروح للاستروجين تقول له يا حبيبي روح ابني شوية بطانة الرحم، بلاش الصحراء اللي هم عايشين فيها دول، اعمل لها انماء. فيبدأ ينبت شوية بطانة رحم، يا دوبك حاجات قليلة جدا. اليوم الموعود، اليوم المشهود، هينزل ال اتش من السماء فيفجر الحويصله، يحرر البويضه، يكون الجسم الاصفر. تخيل بقى عشان الجسم الاصفر هو بطل الحكايه دلوقتي. الجسم الاصفر في اليوم ال 14 بيصحى، طبعا هو ما كانش موجود، هو في نيزك نزل عمل بوم جامده جدا، هو صحي وبعدين انا فين انا مين انا ليه ما خلاص انت انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مين؟ يقول له انت الجسم الاصفر. يبص لنفسه يقول لهم اه فعلا انا اصفر، بس مين اللي صفرني؟ ايه ده؟ يقول له يا حبيبي انت اللي كنت مع البويضه. يقول لهم بويضه؟ فحويصله جراف، جراف هو انت ناسي؟ يقول لهم استنوا. يبدا بقى يفوق من الصدمه،
في فلاش اوف لايت كده عارفين الافلام، يبدا يقول لهم ده كان يوم 14 اليوم الموعود. ايوه افتكرت، مش ده لما ايوه النيزك نزل من السماء يا اخويا صح، يقول لهم مش ده اللي فجر حويصل جراف، يقول له انت البواقي بتاعت حويصل جراف ماتت، يقول لهم طب والبويضه، يقول له عقبال عندك راحت قناه فاروق، يقول لهم عقبال عندي راحت حج، ما قناه فاروق عادي يعني، يقول لهم اه ما شاء الله ربنا وفقها وقفلها ابن الحلال، تقابل كده شاب محترم حيوان منوي محترم يستتها ويهننها ويلقحها ويخصبها ويزيجتها يعني يحولها لزيجت، وان شاء الله تكون جنين جنين. هي لاحظ هي ممكن فعلا تكون جنين؟ طب اكتر واحد يحب العيال الصغيره جسم اصفر، حتى اصفر كده لون اصفر، بس مش عارف لون اصفر كيوت ولا وحش مش عارف، بس هو بيحب الاطفال الصغيرين يعني، هو يعني لون بيبي برضه، هو بيحب الاطفال الصغيرين جدا يموت في الهشك بالشك، فاول ما يسمع ان البويضه راحت قناه فالوب تلاقيه قام جاي مشمر واخد الفاس والمقطف ويعبي بروجسترون ويرمي في الدم، يقول لهم يا جماعه حد طب يعني في دلوقتي ممكن يحصل حمل، طب حد دلوقتي حضر بطنه الرحم، يقولوا اه بعتنا الاستروجين، يقول لهم استروجين بيعمل ايه يعني، يقولوا عمل انماء لبطنه الرحم، يقول لهم انماء بقول لك في جنين جاي وتقول لي انماء ايه شغل المنايفه ده، لا عبي يا ابني، يقوم جاي يعبي بروجستيرون ويرمي في الدم البروجسترون، يروح يزود سمك بطنه الرحم ويزود الامداد الدموي، حاجه كده قمه الكرم اللي في الدنيا، يقول لهم الجنين اللي جاي دوت لازم يلاقي شلت محترمه ينام عليها، نعمل له بطنه رحم كويس ونقدم له غذاء كويس، هات له يا ابني امداد دموي واكل وسكريات وكربوهيدرات ولايبيدات واحماضنا احماض امينيه عشان يكبر صح ولا ايه، فيجيب له دوت كله. ثواني بس انا متعصب دلوقتي، نشوف الجسم الاصفر طلعنيش من المول، الجسم الاصفر عمال 14 يوم من العمل المتوالي المتفاني الذي لا يتوقف، 14 يوم عرق عمال ينزل ويعبي بروجسترون يرمي في الدم، وفي اليوم ال 28 بيحط علامه استفهام وقاعد عمال يقول ولد ولا بنت، سبع ولا ضبع يا جماعة، كلب يعني ايه يعني سبع ولا ضبع، كلب يعني ولد ولا بنت، ما حملتش يعني ايه ما حملتش يعني انا بقى 14 يوم ومشمر وعرق ومقطف وعمال وعبي وبروجستيرون وازود السمك وازود الامداد الدموي وعمال الف اسم الواد واقول هنعمل ايه في السبوع وهنكتب ايه وفصيله الدم شربات مكرر وعمال واختار الاسم وبتاع، وفي الاخر تقول لي ما حملتش. طب بص بقى، بص الجسم الاصفر هيتهور دلوقتي، تقول له طب والله العظيم ما انا قاعد لكم فيه، طب يلا ابدا يا ابني دوره شهريه جديده وكل اللي انا بنيته ههدمه. ما هو عشان كده بيحصل تهدم لبطنه الرحم، انتوا عارفين اللي بيحصل في الاربع ايام دول، الكلام اللي احنا ما قلناهوش بقى، ضمور الجسم الاصفر. ما هو اتعصب بصراحه انا لو مكانه هعمل كده، 14 يوم شغل وفي الاخر يقول لي ما حصلش حمل، لو يغزوني يقول لي ما احنا نسينا نقول لك معلومه، ايه المعلومه اللي اصلها مش متجوزه اصلا، طب ما هي لو مش متجوزه يبقى مش هتتنيل، سايبيننا اشتغل ليه لما هي مش متجوزه، فاهمني؟ متعصب. فهو ما عم قال لهم بنفس اللي عارفين في المناظر وقام جاي ايه تهدمت بطنه الرحم وتمزقت الشعيرات الدمويه ونزل دم الطمسه، وقال لهم يلا ابداوا دوره شهريه جديده، فنزل الاف اس اتش في اليوم الرابع ولقى بطنه الرحم ايه صحراء جرداء لا فيها زرع ولا ماء، فيحول الحويصلات الغير ناضجه الى حويصله اللي بتفرز هرمون اللي بيعمل جست انماء، ولكن في اليوم الموعود اليوم المشهود اللي هو اليوم ال 14 نزل هرمون كان نيزك من السماء عمل ثلاث كلمات، تفجير حويصله تحرير تكوين الجسم. الجسم الاصفر بيصحى من النوم ويقول انا فين، انا ايه اللي جابني هنا، فيقول له انت اللي كنت، فيقول لهم مين اللي كان معايا، يقول له البويضه، يقول لهم فين، قالوا له راحت قناه فالوب عقبال عندك، فيقول لهم عقبال ما يقابلها ابن الحلال يهننها ويستتها ويلقحها ويخصبها ويزيجتها، ويبقى عندنا جنين
فهيبدا يفرز ايه بروجسترون. يقول لهم حد حضر بطنه الرحم؟ يقول له اه بعتنا الاستروجين. عمل ايه؟ عمل انماء. يقول لهم انماء ده ايه شغل ايوه يا موت انا مري ماشي ايه شغل المنايفه دوت؟ يقول لهم لا زود يا ابني السمك، زود الامداد الدموي، اعمل بطانه رحم محترمه وعايش لمده 14 يوم عمال يتخيل اسم الجنين. في اليوم ال 28 يوم ظهور النتيجه، ها ولد ولا بنت؟ سبع ولا ضبع؟ قالوا له كلب. حصلش حمل؟ قال لهم طب يلا يا ابني ابدا دوره شهريه جديده. هي دي دوره شهريه. بصوا يا جماعه الدوره الشهريه هي حكايه زي ما انا عملتها كده. انا حكيتها على فكره دلوقتي 7 مرات تقريبا، انا عددهم. هو كل مره انا ببقى بقول معلومه واحده بس جديده. اول مره المعلومات رو، طبعا بقول معظم المعلومات في المره الاولانيه، وكل مره بقول معلومه جديده هي بتبقى حلوه في الطريقه اللي بتتقال بيها، تمام؟ بحيث ان هي تثبت في دماغك. محدش يبقى بيفكر الدوره الشهريه بطنط الرحم. لا 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 مش كده يا حبيبي. الدوره الشهريه هاتها كده بنفس الاكسس اللي انا رسمته على السبوره، بمعنى ان انت هتجيبها من الغده النخاميه للمبيض لبطنط الرحم، لان هو ده التاثير. اف اس اتش حويصل جراف استروجين بطنط رحم انماء. ال اتش جسم اصفر بروجسترون زياده سمك وزياده امداد دموي. اللي هو الجسم الاصفر بيروح فالبروجسترون بيقل فبيحصل تهدم لبطنه الرحم تاني. فهمتوا الفكره؟ فلازما تذاكر بهذه الطريقه. هي زميلتكم بس بتسال عن موضوع البي ام اس، تعرفوا حاجه عنه؟ اه ما انتوا لو ما تعرفوش يبقى ما سمعتوش الفيديو بتاع المحاضره اللي فاتت. اه البي ام اس دوت يا جماعه هو بري يعني ايه؟ قبل، صح؟ نسترول نستروشن اللي هي الدوره الشهريه، سندروم اللي هي مجموعه اعراض غير مفهومه، حاجات مالهاش دعوه ببعض. هو ايه اللي بيحصل؟ بص كده في الفتره اللي قبل الطمس، مش الطمس دوت بيبدا من بعد اليوم 28؟ في الفتره ديت الاستروجين والبروجسترون عاليين ولا قليلين؟ هيبداوا يقلوا لان خلاص ما فيش حمل. فالهرمونات لما تبدا تقل، اصلا الاستروجين والبروجسترون بالنسبه للانثى بيسموهم كده مود ستابلايزر، يعني مثبتين للمود، يعني يخلوا الانثى هاديه وراسيه. طب في الفتره ديت المود ستابلايزرز موجودين، فبالتالي المود بيسموها مود سوينجز، يعني ايه؟ تشلحات. عارفين يعني المود طالع نازل، وتلاقي البنت بتدخل في حاله فعلا غير مفهومه اطلاقا. يعني هي نفس البنت هتلاقيها قاعده في الحصه ورفت، وبعدين بص للاستاذ، من اللي خلاني اخد عندك اصلا؟ حاجه كده معروفه من حياتها. وبعد كده تروح البيت تقوم جايه داخله الاوضه قافله على نفسها وتشغل كاسه وترقص اصلا. وبعد شويه مش عارف تبدا تقول ايه، لا انا لازم اتوب لربنا اللي انا عملته دوت. تبدا تلبس الاسدال، توضى وتصلي وتهدى خالص. بعد كده فجاه بتحس ان هي بتحب الناس كلها، عايز تعمل خير بجد، تتكلم زميلتها اللي هي بقى لها 5 دقايق سايباها اصلا، وتقول لها هي عامله ايه؟ وحشتيني بجد والله. يعني تخرج لماما المواعين عايزه تتغسل، حد يا جماعه عايز حب في الدنيا بجد. بعد كده تدخل الاوضه وتفتكر امها لما كانت ضربتها وهي عندها 15 يوم عشان كانت بتعيط 15 يوم تفتكر، وتبدا تعيط وتقول حاسه ان هم بيعاملنيش حلو، تلاقيني قدام جامع حوارات داخله في بعضها اللي هو انت انهي واحده فيهم ما تعرفش. انا ده كله. اول ما تبدا الاداره الشهريه والهرمونات تبدا تعلى تاني، تبدا بقى المود يتظبط وتلاقيها انسانه سويه وهكذا. طبعا ديت هقول لكم حاجه بس، ان الكلام دوت ليس تنمر والله ولا تريقه ولا اي حاجه، ديت طبيعه خلق ربنا سبحانه وتعالى عليها، خلق الانثى عليها، تمام؟ وعلشان كده في الاسلام الانثى لا تتولى القضاء. لا تتولى القضاء، ما ينفعش انثى تبقى قاضيه. ليه؟ عشان المود سوينجز ديت، الحاجات اللي طالعه نازله، فهي لو مودها كويس هتحكم، مودها مش كويس هتطلع عين الناس كلها، تمام؟ وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى امر والرسول صلى الله عليه وسلم امر الذكر ان هو يتحمل حاجه زي كده، يتحمل حاجه ويتعامل معاها صح. وكان في جمله كان مش فاكر مين اللي كان بيقولها، كان بيقول ان من رجوله الرجل ان يعلم ان المراه لا تعني كل ما تقول. يعني انت عشان تبقى راجل سوي كده ما تفتكرش انها بتقول، يعني مش كل كلمه بتطلع منها هي تعنيها، هي تقصدها. يعني لما تيجي تقول لك ايه ما بحبكش، هي ما تقصدش كده طبعا. لو راجل اللي هو يقول لها ما بتحبنيش، يعني ما بتحبنيش طالب
هي ما تحبنيش وانا قليل كده يعني. لكن هي تقوم جايه يخرب بيتك هي من جوه انت يا 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 حبيبي انا اقصد انا ما بحبكش لمده بس 5-6 دقايق اول ما تقول لي كلمه حلوه هرجع احبك عادي يعني ده اللي انا اقصده. ايه اللي جابنا في الموضوع دوت بقى؟ مش عارف. نرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنقول تاثير الاف اس اتش والال اتش على الخصيه. وطالما جينا للرجاله فهتلاقي الموضوع ابسط مما تتخيل. دايما الموضوع بسيط والله في الرجاله. بص كده دي الخصيه هناخد فيها قطاع عرضي فهتبان من فوق كانها دايره صح؟ كده ادي القطاع العرضي في الخصيه. لقينا ان فيها انابيب. بس انابيب صغيره كده. فأنبوبة لما نيجي نصغرها هنسميها أنيببة فأنابيب أنيبيبات ديت كده اسمها أنيبيبات منوية. ليه؟ لأن سبحان الله بتنتج الحيوانات المنوية فسميناها الأنابيب الصغيرة يعني أنيبيبات اللي فيها حيوانات منوية فسميناها أنيبيبات منوية. مالها ديت بقى؟ بتتأثر بهرمون الـ FSH بس. طيب في خلايا بين الأنيبيبات فسبحان الله سميناها الخلايا البينية. شايفين الكلام منطقي ازاي؟ انما التانية حوازين جراف. ايه جراف ده؟ ده اسم عالم اصلا. خلايا بينية. والجسم الاصفر انا كنت رسمه بالازرق عشان الخبطكم. الخلايا البينية سميت خلايا بينية لانها بين الأنيبيبات. مين الهرمون اللي بيأثر عليها؟ هرمون الـ LH. طب دي بتعمل ايه؟ طب احنا فهمنا الأنيبيبات بتنتج حيوانات منوية. الحيوان المنوي بيبقى عامل كده 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 اهو كده اهو. ده الحيوان المنوي. نبقى ناخد تركيبه في التكاثر ان شاء الله. الأنيبيبات انا قصدي الخلايا البينيه بقى بتنتج ايه؟ بتنتج هرمونات اللي هم تستوستيرون واندروستيرون. وقلنا اندرو معناها رجل. فاندروستيرون يعني الاستيرويد الاسترويدات الذكوريه. تمام؟ دول الهرمونات بتوع الذكر. دول مسؤولين عن ايه؟ مسؤولين عن الصفات الجنسيه الثانويه. امال دوت مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الوظيفه الاساسيه. ما فهمتش حاجه بالراحه. الخصيه في الذكر مسؤول عن حاجتين. مسؤول عن انتاج الحيوانات المنويه ودي الوظيفه الاساسيه. ده الاساس الخصوبه انتاج الحيوانات المنويه. ومسؤوله في الانثى او مسؤوله قصدي كمان عن انتاج التستوستيرون والاندروستيرون. وديت مسؤوله عن الصفات الجنسيه الثانويه اللي هي ايه؟ نمو شعر الوجه والابط والعانه، نمو عضلات الجسم، خشونه الصوت، الحاجات ديت كلها من الصفات الجنسيه الثانويه. بمعنى لو واحد مثلا املس ما عندوش شعر ما عندوش لحيه بس بينتج حيوانات منويه، ده يعني ايه الاهم؟ انتاج الحيوانات المنويه ولا اللحيه؟ انتاج الحيوانات المنويه طبعا. ده الاساس. دوت هو الخصيه موجوده علشان الشكل ولا عشان التكاثر؟ عشان التكاثر التناسل عشان انتاج الافراد الجديده. تمام؟ فبالتالي انتاج افراد جديده يعني وظيفه اساسيه اللي هي الحيوانات المنويه. يبقى مين الاهم في الذكر الاف اس اتش ولا ال اتش؟ الاف اس اتش لانه هو المسؤول عن الخصوبه، هو المسؤول عن الانيبيبات اللي بتنتج حيوانات منويه اللي هي الوظيفه الاساسيه. مش معنى كده ان ده مش مهم ولكن اقل اهميه، لان هو المسؤول عن الخلايا البينيه اللي بتنتج الهرمونات تستوستيرون واندروستيرون، المسؤول عن الصفات الجنسيه نهين الثانويه اللي هي مش اساسيه. انا خلصت ذكر. خلصت كده ذكر وخلصنا الفص الامامي او الغدي في الغده النخاميه، ومش بس كده احنا خلصنا جزئين كبار جدا في التكاثر في الانسان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هنتكلم دلوقتي عن الجزء الخلفي او الجزء العصبي في الغده النخاميه. وتعال نرسم الحاجات اللي تهمنا بس، يعني مش هرسم الغده كلها. انا هرسم دلوقتي منطقه تحت المهاد، وبعد كده هنزل منها العنق، بعد كده الفص الخلفي. مش هرسم الفص الاوسط ولا الفص الامامي، انا خلصتهم خلاص. مين الخلايا اللي موجوده فوق ديت؟ الخلايا العصبيه المفرزه. الجسم بتاعها موجود في منطقه تحت، وده اللي بيعمل انتاج ولا تخزين؟ انتاج. طيب المحور نازل في منطقة تسمى العنق، وديت بتعمل انتاج ولا تخزين ولا نقل؟ نقل. انما التخزين والتحرير بيحصل في الفص هون الخلفي. تمام؟ نكتب البيانات. الجزء اللي فوق دوت هايبو ايه؟ ثلمس اللي هي تحت المهاد. ودوت العنق. ودوت الفص الخلفي الشحات. كان في حاجة شحاتة في الغضاريف كانت بتشحت الغذاء من العظام القريبة بخاصية الايه؟ عشان كده كانت سريعة ولا بطيئة في الالتئام؟ بطيئة. تمام. في منطقة الهايبوثالامس بيحصل انتاج او تصنيع. في منطقة العنق
جاست ان احنا بننقل بس اللي صنعناه هنا ننزله تحت. طيب الفص الخلفي بنعمل حاجتين، تخزين وتحرير او توزيع، يعني توزيع لايه؟ للدم، على حسب حاجه الجسم بقى. يعني الجسم لما يبقى محتاج ننزل الهرمونات دي. عندنا كم هرمون؟ اتنين. تعال نبدا بالاول اللي هو الاي دي اتش، او اسمه المضاد لادرار البول. اكتر هرمون ليه اسامي، يعني احنا هنقوله تقريبا 6 أو 7 اسامي. المضاد لادرار البول دوت باللاتيني معناها انتي مضاد، دايوريتك، دايوريسيس يعني ادرار بول، انتي دايوريتك هرمون. فناخد اول حرف اللي هو اي دي اتش، وليه اسم تاني؟ لانه بيعمل وظيفه تانيه، اسمه القابض للاوعيه الدمويه. وعاء دموي معناها فاز، فاز تمام. وقابض يعني ضاغط صح، بريشر يعني ضغط. فلو احنا عايزين نجيب منها اسم الفاعل هنجيب بريسن. طبعا ما مش عارف في حاجه اسمها اسم فاعل في الانجليزي ولا لا، بس احنا هنقول ان هو فازو بريسن. يعني بدل ما اقول بريشر اللي هو الضغط، انا اقول بريسن اللي هو الضغط، القابض للفاز اللي هو الوعاء الدموي. ففازو بريسن، ويتكتب كده برضو فازو بريسن، وبيتقال كده في اتش اللي هو فازو بريسن هرمون. او في ناس يقول لك لا في بي اللي هو فازو بريسن. اي حاجه من اللي قدامك دولك ركز بقى، عشان الكلمه ديت بتضايقني بصراحه، فعايز اثبتها من دلوقتي. والله العظيم كل اللي انا كتبتهم على السبوره هم نفس الهرمون، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه هو الفازو بريسن بيعمل ايه. اقول له بيعمل منع الادرار البول، يقول لي استنى استنى انا فاهم انجليزي كويس، فاز معناها وعاء دموي، وبريسن يعني ضغط، فدوت بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، ملوش دعوه بالبول. حبيبي هو هو والله. بمعنى انا في المدرسه في الدرس قصدي، يقول لي ممكن واحد يقول لي يا استاذ يا مستر يا عادي، انا مدرس في الحاله دي، يعني في الوقت دوت انا مش دكتور، انا قدامك دلوقتي ايه؟ مدرس. طب لما ابقى في الكليه انا طالب طب، لما ابقى في البيت انا ابن ابويا، يعني ابويا هيقول لي يا ابني، اخويا هيقول لي يا اخويا، فاهميني؟ يعني انا الاخ وانا الابن وانا طالب الطب وانا قدام الناس في الشارع يا دكتور وقدامكم يا استاذ، انا ده كله، بس انا نفس الشخص. فكذلك برضو الهرمون ده لما بيروح عند الكليه بيعمل منع لادرار البول، يعني بيمنع البول، بيقلل البول، بيرجع الميه للجسم، فهو اسمه كده المضاد لادرار البول. نفس الهرمون والله لو راح عند الاوعيه الدمويه هيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، فهو هرمون واحد بس بيعمل وظيفتين فسميناه اسمين، تمام. وممكن نستخدم كل اسم في المكان في مكان عكسي، يعني ممكن نقول هرمون الفازوبريسن بيعمل منع لادرار البول، وممكن نقول الهرمون المضاد لادرار البول بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، لان هو هو اصلا، تمام تمام. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل الوظيفتين اللي قدامك، مضاد لادرار البول. وايه البول دوت؟ البول دوت هو سائل بيخرج من الجسم او عن طريق الكليه، والوحده التركيبيه للكليه حد فاكر اسمها ايه؟ نفرون. والنفرون ده كان بيتكون من محفظه بومان او بومان ايا كان التسميه، محفظه بومان، بعد كده في قناه ملتفه قريبه، بعد كده ثانيه هينل، بعد كده قناه ملتفه بعيده، وبعد كده القناه المجمعه. عظيم جدا دوت. نفرون من ضمن مليون في كل كليه. في عمليه بتحصل عند محفظه بومان، ممتازين، عمليه اسمها الترشيح. ايه الترشيح دوت؟ ان الدم بيتدلق، مش الدم كله، الجزيئات الصغيره من الدم، يعني كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه ما بيعدوش لانهم جزيئات كبيره. يعني عمرك ما هتلاقي البول لونه احمر، ولو البول لونه احمر يبقى فيه مشكله، تمام. ايه اللي بيعدي هنا؟ بيعدي حاجات كتير قوي، اهمها اللي احنا جايين نتكلم عنه الميه. طيب هنفترض ان في الدقيقه بيترشح بينزل هنا 100 ملي H2O. طيب اللي بينزل هنا كام؟ 1 ملي H2O. ايه؟ اصل احنا رجعنا 99، عملنا حاجه اسمها اعاده الامتصاص الاختياري. يبقى في عمليه هنا اسمها اعاده الامتصاص، ومش بمزاجك او بمزاجك بصراحه، الاختياري، بمزاج الجسم.
على حسب اختيار الجسم. لو الجسم عطشان ما عندناش ميه يقول لك لا انت منزل الميه دي كلها ليه؟ هتموتني، هات لي 99 وهو ملي واحد بس اللي ينزل. طب لو انا عندي ميه كتير اقول لك لا سيبها تنزل عادي. فانا عندي حالتين، ركز بقى. هرمون الاي دي اتش بيعمل الاول، بيعمل اعاده الامتصاص الاختياري، هو اللي رجع ال 99 دول. في هنا 99 ملي حصل لهم اعاده امتصاص اختياري، هو اللي مرجع مش كلهم بصراحه، معظمهم هو اللي رجعهم للجسم تاني. طيب هو امتى الاي دي اتش يشتغل؟ لما يبقى جسمي محتاج ميه. طب هو جسمي محتاج ميه امتى؟ لما يبقى ما عنديش ميه. ايه بقى الحالات اللي ما عنديش فيها ميه؟ كتير قوي. صايم. حد يقول لي حاجه تانية ما عنديش فيها؟ ايه؟ الجفاف، الحر، العرق، ايه؟ الصحراء. ماشي، عامل حادثه فنزف كتير، عمليه جراحيه فنزف كتير، ايوه اسهال او ترجيع، فقد برضو ميه كتير، بذل مجهود في عرق كتير. كل الحالات ديت معناها ان الميه في جسمي قليله، فانا عايز احافظ على الميه. تعال نحط قانون كده. احنا عندنا فتحات كتير في جسم الانسان بيخرج منها ميه. اول فتحه هي العرق، المسام بتاعه العرق. تاني فتحه البول، ودي اللي احنا جايين نتكلم عنها. وتالت فتحه الجروح، تمام. وفي فتحات تانية زي مثلا الاسهال من الشرج والترجيع من الفم. انا اسف، ما دي امراض يعني، الناس بتتقرف ليه؟ ما علينا. المهم ففي قانون بقى، ما ينفعش يبقى فيه فتحتين مفتوحين في نفس الوقت، وما ينفعش كل الفتحات تبقى مقفوله. ممكن نفهم يعني، تحفظوا القانون ده وبعد كده نطبق بقى. بمعنى يعني لو انت ما ينفعش حاجتين مفتوحين في نفس الوقت، يعني ما ينفعش الانسان يبقى عمال يعرق وفي نفس الوقت بيتبول بيخرج ميه كتير، جسمه عمال يقول له انت بتعمل ايه؟ اراك بتصرف من مال ابوك، يعني انت عمال يعني ايه التبذير ده؟ ما هو يا اما نعرق يا اما ندخل حمام، حاجه من اتنين. فعشان كده في الصيف العرق كتير، بس تدخل الحمام انت ممكن تدخل الحمام مثلا مره او مرتين في اليوم، انما في الشتاء فصل السحسح صح ولا ايه؟ في الشتاء مفيش عرق، فالدنيا كلها مقفوله. وانا قلت لك ما ينفعش لكل الاخرام تبقى مقفوله، فطالما العرق مقفول خلاص الجسم يقول لك ايه الميه دي كلها، ما تصرف شويه، ايه البخل ده؟ فيقوم جاي فاتح البول علشان يزود البول شويه. في حالتين هيفهموك الموضوع كويس جدا، في رمضان بعد السحور وقبل الفطار. ايه اللي بيحصل في السحور؟ اللي بيحصل في السحور انت بتجيب بستله ميه، يعني بتجيب الميه اللي في البيت كلها وعند الجيران، بتملى بستله وتقوم جاي ايه، تقعد تقربع فيها طول تاكل لقمه، تاكل لقمه وتقوم جاي شارب ازازه لقمه وازازه، وبعد ما تخلص تقوم جاي شارب ايه الكولمان بتاع الميه كله. وبعد كده تروح الايه الصلاه، صلاه الفجر، تبقى واقف ورا الامام. اول طبعا ما حدش بيبقى واقف كده، بيبقى واقف كده دايما لان الميه كلها هنا اصلا، مش حد واقف كده، تمام. واقف ورا الامام عادي، بتكتشف المأزق وانت جاي تسجد او تركع، يعني انت مش نازل لوحدك بس خلاص، انت نازل ومعاك كتله ضخمه عايز تاخدها وتنزل. المأزق الاكبر بقى بيبان في الركعه الثانيه، جسمك قاعد عمال يقول هو، انت تخيل جسمك كده واقف وهو انت عمال تشرب، بتعمل ايه؟ اشرب ماشي وربنا لا يوريك. ايه المياه دي كلها؟ اول ما يلاقي المياه دي كلها يوم جاي للاي دي اتش، اركن انت على جنب، سيب البول ينزل، ما تعملش اعاده امتصاص اختياري. فتبقى في الركعه الثانيه ورا الامام. يا مش لازم نقرا بسوره البقره النهارده، ممكن كل والله احد في مشكله بتحصل دلوقتي، فتقوم جاي رايح مفضل المياه دي كلها. ليه؟ لان انت عندك مياه كتير، عندك مياه كتير، فبالتالي الاي دي اتش يقل، فلما الاي دي اتش يقل البول يزداد. العكس بيحصل بقى قبل الايه، قبل الفطار، تبقى مفيش ميه خالص، جسمك عمال يقول خرب بيتك الميه راحت فين، مفيش ميه. فيبدا بقى يقول للاي دي اتش الحقنا عمو اي دي اتش، الحق اقفل المحابس من تحت عشان ما نفقدش ميه، حافظ لنا على الميه اللي عندنا، اي ملي ميه ينزل في النفرون عند محفظه باومان اعمل لنا اعاده امتصاص اختياري. ليه؟ عشان يقلل البول، تمام. يبقى هو الهرمون ده بيشتغل امتى؟ بيشتغل لما الجسم يبقى محتاج ميه. الجسم يبقى محتاج ميه امتى؟ لما يبقى ما عندوش ميه. امتى الميه تنقص؟ حالات كتير بقى. اول حاجه الصيام، تاني حاجه العطش، ايش هذا والله نفس المعنى، تالت حاجه العرق، والعرق دوت ممكن يبقى في الصيف. طيب بعد كده النزيف، والنزيف ده حاجتين، يا اما حادثه يا اما عمليه جراحيه، جراحة. بعد كده الأمراض اللي هي النزلات المعوية، إما القيء أو الإسهال. طبعا أنا مش هقول لك الترجيع عشان إنما الإسهال هعملها إيه. طيب
ما لهاش اسم تاني. توقيع او الاسهال ده فقد كميات كبيره من الماء. طيب في حاجه كمان بقى، في حاجه ممكن يبقى نقص نسبي في الميه. يعني ايه؟ يعني انت عندك ميه كويسه بس كلت حاجه مملحه قوي، فكده انت محتاج انت محتاج تشرب ميه كتير. يعني جسمك بيقول لك بص والله احنا عندنا ميه بس نسبه وتناسب كده الاملاح زادت قوي، فاحنا مضطرين نعلي الميه كمان. يبقى هنا نكتب زياده اسموزيه الدم اللي هو ما بين قوسين كده املاح كتير، واحد كل حاجه مملحه. طيب العكس بالعكس بقى، لما تبقى الميه كتير، واحد شرب كميات كبيره من الميه، ماء كتير اللي هو شرب كميات كبيره الشتاء مثلا، واحد عامل اللي هو بيعمل ريستريكشن للسولت، ما بياكلش حاجات فيها ملح خالص، دوت كله بينزل الميه من الجسم. عشان كده دايما الناس اللي هم يروح للدكتور مثلا واحده رجلها مورمه فيقول لها ده انت رجلك مجمعه ميه، انت لازم تمنعي الاملاح خالص. فهي لما تمنع الاملاح هيبقى الميه اللي عندها كتير فالجسم يبدا يخرجها، انما لما يبقى عندها املاح كتير الجسم عايز ميه كتير فيخزن ميه في الجسم. خلينا بس نرسم شويه علاقات بينيه لانها مهمه جدا. بالله عليكم ما تهبدوش، يعني ركزوا. انا دلوقتي هقول ان ده الاي دي اتش، واقول ان هنا اسموزيه الدم. الاي دي اتش هيزود الاسموزيه بتاعه الدم ولا يقللها؟ هيقللها. مش هو بيعمل اعاده امتصاص للميه فهيخفف الجسم، هيرجع ميه للجسم، فبالتالي الاسموزيه بتاعه الدم هتقل. طب لو شلت كلمه الدم وخليتها البول هيزودها، لانه هو خد الميه من البول فالبول بقى مركز، تمام؟ فهيزودها. طيب لو انا قلبت، ثواني، انا لما كنت بقول هنا اسموزيه الدم كان الاي دي اتش بيقلل اسموزيه الدم. طيب انا هحط هنا اسموزيه الدم واحط هنا اي دي اتش، طردي ولا عكسي؟ طردي. تاني، مش اسموزيه الدم لما تعلى معنى كده ان انا عندي ملح كتير؟ يبقى انا محتاج ميه كتير، فهنده الاي دي اتش الحقني، تعالى اعمل اعاده امتصاص الميه. العلاقه اللي انتوا لسه قايلينها من شويه كانت اي دي اتش مع اسموزيه الدم، طردي ولا عكسي؟ عكسي. واظن ان انا مش محتاج ان انا كل شويه حد يجي يقول لي ازاي يا دكتور؟ طب ما ده اسموزيه الدم والاي دي اتش وهنا طردي، ودي الاي دي اتش واسموزيه الدم وهنا عكس. طب ما هي مش هيها الافقي هو اللي بيأثر على الراسي، اقراها من تحت لفوق. وهقعد اقول المثال اللي انا بقوله كل مره تقريبا، دلوقتي عندنا عربيه هنا هنحط المسافه وهنا البنزين، وهنحط هنا البنزين وهنا المسافه. لو العربية مشيت مسافة كبيرة البنزين هيحصل له ايه؟ طب لو العربية فيها بنزين كتير هتمشي مسافة كبيرة. فاهميني؟ شوف مين اللي بيأثر على التاني، انت بتقرأها من تحت لفوق من افق للرأسي. فبالتالي نقرأها تاني بقى، اسموزية الدم عالية معنى كده ان انا عندي ملح كتير فمحتاج مية كتير، فالاي دي اتش يرجع مية فالاي دي اتش يزيد. هنا العكس، الاي دي اتش اوريدي كتير فمعنى كده ان هو بيرجع ميه كتير لجسمي، فبالتالي اسموزيه الدم هيحصل ايه؟ هتقل، الدم هيبقى مخفف وهكذا، تمام؟ طيب الحاجه الثانيه اللي بيعملها الاي دي اتش القابض للاوعيه الدمويه، بيرفع ضغط الدم. ازاي؟ انتوا عارفين الوعي الدموي بيبقى فيه عضلات ملساء في الجدار بتاعه، احنا لو خدنا قطاع فهيبان كانه دايره كده، في عضلات ملساء هنا كده، هو بيعمل ايه؟ بيعمل انقباض في العضلات الملساء اللا اراديه فيرفع ضغط الدم. بالمناسبه الاي دي اتش او الهرمون اللي قدامك دوت يعني ايا كان الاسم بتاعه بيرفع الضغط بطريقتين، طريقه مباشره اللي هو انقباض في الاوعيه الدمويه، وطريقه غير مباشره عن طريق ان هو بيرجع ميه فالدم بحجمه بيزداد فيضغط على الجدار. مش الضغط ممكن يزداد لو كميه الميه في الوعاء كتير، ده الضغط كتير. مش الضغط ممكن يزداد لو القطر قليل. بص نظريه الحنفيه والخرطوم، نظريه الحنفيه والخرطوم، انا دلوقتي حاطط خرطوم في الحنفيه عايز ازود الضغط جوه الخرطوم، هعمل حاجه من اتنين، يا اما افتح الحنفيه على الاخر فانا كده زودت الميه فالميه هتندفع، انا كده زودت الضغط. دي الطريقه الاولانيه اللي هو بيرجع ميه بالايدي بيعطل الامتصاص. الطريقه الثانيه بقى ان انا اروح على فوهه الخرطوم واضغط عليها اضيق الخرطوم فبرضه الدم هيندفع والميه هتندفع. يبقى الثاني الاي دي اتش يقوم برفع الضغط بطريقتين، طريقه مباشره اللي هو انقباض الاوعيه الدمويه، القابض للاوعيه الدمويه انقباض العضلات الملساء، والطريقه الثانيه ان هو بيرجع ميه
فبيعمل إعادة امتصاص اختياري للمية فيزود كمية البلازما، فبالتالي يضغط على الجدار من جوه فيزود الضغط. تمام؟ يبقى هو ال بيسموها ايه؟ يعني وان ديستنيشن، وجهة واحدة. هو اصلا عايز يرفع الضغط بس عملها بطريقتين، مرة كده ومرة كده. في اي مشكلة في الهرمون دوت بجد؟ طيب قبل ما نمشي منه، لو الاي دي اتش مش موجود هنعمل اعادة امتصاص؟ فالمية كلها هتنزل، فالشخص دوت هيبقى عنده شبه السكر، شبه مريض السكر، هيبقى عنده زيادة في مرات التبول والعطش. الراجل اللي عنده نقص في الاي دي اتش دوت واقف كده، الخط دوت هو الخط الفاصل ما بين الحمام والطرقة، هو بيخرج يقوم جاي شارب مية والدنيا مفوتها، محدش بيقول لها تلت التلاتة كام، فيقوم جاي داخل مفضية في الحمام، يخرج يقوم جاي شارب، هو المفروض المية لما تيجي تنزل يقوم جاي الاي دي اتش واخدها ارجعي بجسم، هو مفيش اي دي اتش اصلا فبتنزل. فبالتالي هو عنده زيادة في التبول والعطش. انا دلوقتي في العيادة، ركز لان دي ثالث مرة نقعد في العيادة دلوقتي، جاي لي مريضين والاثنين بيشتكوا يا دكتور دايما زيادة في مرات التبول والعطش، وتلاقيهم دايما مستعجلين في الكشف، اظن انتوا عارفين ليه. فانا دلوقتي اول حاجة هتيجي في بالي سكر، لان نقص الاي دي اتش دوت مرض نادر بصراحة. السكر لا، موجود كتير جدا، تقريبا ما فيش بيت في مصر او عيلة الا وفيها حد عنده السكر، حد واثنين وثلاثة كمان. فبالتالي انا اول حاجه هتيجي في بال السكر، فهطلب من الاثنين يروحوا يعملوا تحليل سكر في الدم. هلاقي في واحد السكر بتاعه الاعلى حاجه في السكر 120، تمام، هلاقي واحد مثلا السكر بتاعه 350، اقول له تعالى انت عندك السكر. في واحد تاني بقى الاقي السكر بتاعه مثلا 90، طبيعي يعني من 80 ل 120 ده طبيعي، فلاقيه طبيعي، اقول له خلاص نعمل تحليل سكر في البول. الاولاني هلاقي فيه سكر في البول، فيه جلوكوز في البول. الثاني لا، مفيش جلوكوز في البول، انسان طبيعي خالص. فبالتالي الشخص الاول ده عنده السكر. طب وايه اللي بيحصل في مرض السكر؟ ما وصلني بس، لا ما بقولش بنعالجه ازاي، بقول المرض بيحصل ازاي اصلا. هو عنده سكر كتير جدا في الدم، فالسكر دوت الكليه ما بتقدرش تعمل له اعاده امتصاص اختياري، فبينزل في البول. مش السكر ليه اسمه زيه؟ السكر هو نازل ما بينزلش لوحده، ينزل ومش هفط ميه معاه، فبالتالي يبقى عنده زياده في مرات التبول والعطش. يعني هو ما عندوش مشكله في الميه ذات نفسها، هو عنده مشكله في السكر، فالسكر باسمه زيته بياخد معاه ميه. انما الشخص الثاني البول بتاعه نقي ميه بس، ما فيهوش اي حاجه تانية، طبعا في يوريا وفضلات مش عارف ايه بس النسبه قليله، ولكن معظمه ميه. ليه؟ لان الميه نازله المشكله في الميه نفسها، ما فيش اي دي اتش. يبقى نفرق ما بينهم ازاي؟ اول حاجه تحليل دم، دوت عنده سكر زياده، ده عنده سكر طبيعي. تحليل بول، السكر زياده، السكر طبيعي. لما نيجي نعمل حاجه اسمها سبيسيفيك جرافيتي او الكثافه النوعيه، عارفينها؟ مين الكثافه النوعيه بتاعته تبقى اعلى، مريض السكر ولا الاي دي اتش؟ السكر، لان هو مش ميه نقيه، ميه فيها دايب فيها حاجات، فالكثافه النوعيه عاليه. تمام؟ انما الشخص الثاني تقريبا ميه، الكثافه النوعيه واحد. بعد كده هنعمل، هنشوف اللون، اللون بتاع البول، مين اللي اللون بتاعه هيبقى ملوش لون اصلا، اللي هو ميه يعني، المريض الاي دي اتش. انما الشخص الثاني هيبقى تيربد او اللي هو معكر يعني، ممكن يبقى اصفر شويه بسبب الجلوكوز بيدي اللون دوت. دايما من رحمه ربنا في الامراض كلها بيبقى فيه مثلا يقول لك المرض دوت منه نوعين، النوع الاول ده عادي وبيخف بسرعه وزي الفل، ده بنسبه 90-99%، والنوع الثاني خطير بنسبه 10%، يعني بنسبه قليله. دايما الامراض الخطيره قليله. وفي حاجه عايز اقولها لان دي عقيده برضو، ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الامراض؟ لان دي دنيا، دي دنيا، والدنيا هي دار ابتلاء. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يعذب مثلا طفل عنده 4-5 سنين؟ ايه اللي عمله في حياته علشان يتعذب ويجي له كانسر مثلا ويتالم وكده؟ هو مين اللي قال لك ان الدنيا اصلا مخلوقه عشان الطفل دوت ينعم؟ هي مش ده. طب هو ممكن اصلا الطفل دوت هو كده كده ان شاء الله لو مات فهو في الجنه ان شاء الله، تمام؟ طب هو الحاجه اللي بتحصل للطفل دوت فتنه لمين؟ فتنه لابوه وامه، يكفر ام يصبر، فاهميني؟ فونبلوكم بالخير والشر فتنه. فالدنيا يا جماعه دار ابتلاء، عشان بس ما ندخلش في الحته بتاعه المرض وليه ربنا يخلق المرض اصلا، عشان دي دنيا. هو اصلا ده الغرض منها، ان انت تبتلى تمتحن، والامتحان ما ينفعش يبقى سهل. اخر حاجه هرمون الاوكسيتوسين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هرمون الاوكسيتوسين ليه اسم تاني اصلا، اسمه القابض لعضلات الرحم، لعضلات الرحم. ما هو اصلا اوكسي ديت معناها رحم، اوكسيتوسين معناها قابض، دوت انقباض او انقباضات يعني غير يعني ملهاش رزم معين،
في الرحم، انقباض في عضلات الرحم علشان عمليه الولاده. فاللقب بتاعه اسمه هرمون الولاده. بالاضافه كمان احنا قلنا في اول الحصه انه كان بيعمل على اندفاع او نزول اللبن، فاكرين الخط الاحمر اللي انا جبته من هنا كده، اللي كان بيأثر على الغدد الثدية العضلات الملساء عشان يعمل اندفاع اللبن عند الرضاعة. تعال نتكلم في الوظيفة الأساسية ودي الأهم طبعا، اللي هو القابض لعضلات الرحم عند الولادة. ايه الولادة اصلا؟ الولادة ديت ده الرحم، رسمة كروكي دي كده عضلات الرحم. بطنة الرحم بتكون بعد كده حاجة اسمها المشيمة. المشيمة ديت بيبقى نازل منها حاجة اسمها الحبل السري واللي متصلة بالجنين. دلوقتي احنا في الشهر الكام؟ في الشهر التاسع. يعني في الشهر التاسع يعني خلاص هتولد، في نهايه الشهر التاسع كمان. يعني ايه هتولد؟ يعني اي انثى طبيعيه هتلاقي ان الجنين راسه لتحت ورجليه لفوق وده الحبل السري. ده عتريس. طيب ايه اللي بيحصل بقى عشان عمليه الولاده؟ اول حاجه بتحصل تتفكك المشيمه. فلما المشيمه تتفكك، المشيمه بالمناسبه هي اللي بتنتج بروجسترون بعد الجسم الاصفر. فاكرين بروجسترون؟ الجسم الاصفر لو حصل حمل بيقعد 3 شهور بعد كده بيموت، والمشيمه بتكمل 6 شهور كمان، 9. التسعه متقسمين 3 جسم اصفر و6 مشيمه. ففي نهايه الحمل في جسم اصفر؟ لا، في مشيمه. المشيمه هي اللي موجوده وهي اللي بتنتج بروجسترون، وطالما في بروجسترون يبقى الحمل زي الفل. طب احنا دلوقتي مش عايزين حمل زي الفل، احنا عايزين ولاده. خلاص يبقى المشيمه تروح وتاخد البروجسترون بتاعها تقوم جاي وتقوم جاي الواد ينزل. بص بقى اللي بيحصل. اول حاجه راس الجنين لما تتحشر في عنق الرحم هنا، عنق الرحم يبعت سيالات عصبيه بين الم لمين؟ للفص الخلفي، يقول له الحقني الواد اتحشر، حد يطلع الواد يا جدعان. هي بتولد يقول لك ايه القرن طش، ايه القرن ده؟ قرن الواد يعني، مش عارف بتولد خروف، هما بيسموه كده يعني. دايما الولاده الطبيعيه والناس في العامه يعني يقول لك ده القرن طش، اللي هو الواد نزل بدماغه يعني، يعني عنق الرحم فتح. عنق الرحم دوت بيبقى طول الحمل مقفول بالضبه والمفتاح، مقفول كده. اول ما يحصل ويجي يحصل الولاده يبدا الواد ينزل، يبدا الواد يظهر، فيقول لك القرن طش. فلما يحصل كده هي بقى تبدا ايه؟ تبدا في المخاض. المخاض اللي هو الام الولاده اللي هي انقباضات الرحم. الطلق دوت ان راس الجنين اتحشرت في عنق الرحم، فعنق الرحم بيستنجد ويقول للفص الخلفي الحقوني بولد، حد يطلع الواد. فعنق الرحم الفص الخلفي يقول له ايه ده بجد؟ طب خد اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين بيعمل انقباض في عضلات الرحم صح، فالواد يتحشر اكتر. عنق الرحم يقول له يخرب بيتك، بقول لك حد يطلع الواد، يقول له بس اصبر بس، يقوم جاي مزود البتاع. والست تصوت ويقول لها يا جدعان ما تهزروش، يقول لها اصبري بس، هو انقباض في عضلات الرحم، بقول لها هموت اهو يا لهوي اهو يا حزني يا ناس، لحد ما الواد اول ما الراس تتزلط تولد. تمام؟ هما بقى واقفين جنبها وجايبين لها ايد جوزها ويقولوا له عضيه طلعي خلك فيه، لحد ما الراس راس الجنين تطلع ويبقى كده الولاده. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ عارفين حاجه اسمها الولاده المتعسره؟ يقول لك ده حاله ولاده متعسره ومحتاجين حقن الطلق الصناعي. سمعنا عنه؟ سمعت عن حقن الطلق الصناعي؟ الطلق الصناعي دوت اوكسيتوسين. الست ديت الاوكسيتوسين عندها ضعيف، فتلاقي الواد اتحشر في عنق الرحم والاوكسيتوسين اللي عندها قليل قوي، فيروح لعنق الرحم او الجدار بتاع الرحم يقول له يلا عشان نولد. احنا جايين نهزر؟ هو ايه ده؟ احنا عايزين انقباض مش، فما ينفعش، فنديها حقنه كميه اوكسيتوسين كبيره عشان تعمل انقباض جامد في عضلات الرحم عشان تولد. فديت بيسموها حقنه الطلق الصناعي. ماشي، وبعد ما تولد خلاص بقى هتبدا ترضع. ادي الرسمه تاني بتاعت الغدد الثدييه، وادي الجزء المفرز، وادي القناه، وفي هنا عضلات ملساء لا اراديه. لو بتتكلم عن الهرمون اللي بيحفز الجزء المفرز ذات نفسه فهو اسمه برولاكتين. بيعمل على نزول ولا تكوين؟ تكوين او انتاج او تصنيع او افراز اللبن داخل الغدد الثدييه. اما الهرمون اللي بيأثر على العضلات الملساء اللا اراديه اللي هو اوكسيتوسين، ودوت بيعمل انقباض في العضلات الملساء لما تنقبض تضغط فيعمل على اندفاع اللبن الى فم الطفل عند الرضاعه. هل هناك مشكله في الغده النخاميه؟
صبري يا نفسي صبري يا نفسي معنا الله مشوار الطب مشوار الطب بدأنا خطاه